ظريفين والله، ظريفين شديد. طيب نحن يا جماعة خلاص شكلنا هنكون لايف في ثواني. Is now it's live. كده اشوف اتاكد. ايوه نحن لايف. والله طيب خلينا نعمل لها شير في ال انا ذات اعمل لها شير عندي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، وربنا يحقق أمانيكم ويتقبل منكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن. الليلة يا جماعة إن شاء الله، يعني كما عودناكم دائما، نحن طبعا كنا معاكم كل خميس واختفينا كده وبقينا نجي السبت وكده، طبعا لظروف طارئة. فهسه نحن رجعنا البرمجة بتاعتنا ليوم الخميس، ودائما نحن صراحة يعني الخميس ده الواحد بيستبشر به، والخميس بعد الجمعة، والخميس يعني دائما بيكون نهاية الأسبوع وجرد الحساب في كل شيء يعني. فالليلة يا جماعة هنستضيف شخصية متميزة، واول حاجه اصغر زول استضفناه لحد الان في ورثه على دروب النجاح. يعني دائما يا جماعه الانسان بيمشي للحاجه الجميله، الحاجه اللي بتعجبه، واكثر حاجه بتعجب الانسان السوي هو مساعدته للناس التانيين. يعني لما يشوف الناس التانيين بيساعدهم ويقدم لهم حاجات، يعني حتى يعني لو لقاك زول بس في الشارع قال لك وصف لي الشارع وانت وصفته له، انت بتحس بغبطه كده. عشان كده احنا دايما السودانيين لو الزول اللي لاقيك في الشارع يقول لك يا اخي وصف لي الشارع، ما بتقول له لا، يعني حتى بتحاول تجتهد انك انت توصف له الحاجه دي مش انه نحن مدعيين المعرفه، والله مدعيين يعني انه مقطعيننا ولا كده، لا، لكن نحن بنحب انه يعني نساعد الناس التانيين يعني. فالليله ان شاء الله محور الحلقه بتاعتنا حيكون عن الحاجه دي، مساعده الاخرين، وكيف انك انت تفتح باب بالذات في الزمن الصعب ده للناس عشان انك انت تقدر تساعدهم. الليله يا جماعه هنستضيف بدون الغاب ميساء محجوب. ميساء طبعا اكثر حاجه انا لفتت انتباهي في السيره، ما شاء الله السيره الذاتيه بتاعتها، رغم ان يعني عمورة وكده، ان شاء الله ربنا يبارك لها في عمورة في حاجات اللي بتعمل فيها. يعني اول حاجه زولا دي تربت بره السودان، تمام، ممكن الحاجه دي احنا بعدين حنرجع لها في الورثه بتاعتنا، لكن تربت بره السودان، يعني الحاجه دي خلتها ادتها بعد ثاني، وادتها كاريزما خلت انها هي تنجح في الحاجه اللي هي فيها دي، تمام. فميساء طبعا سفيره جائزه سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، تمام. ويعني زولم انا ما داري اتكلم لكم عنها كثير، لكن اكثر حاجه يعني عملتها في العمل التطوعي، انشات حاجه اسمها فولنتير هاب اورجنايزيشن، وزي ما قال اخونا هيثم الكاشف، رغم انه الاورجنايزيشن او المنظمه دي عمرها صغير جدا، لكن عملت شغل كبير جدا جدا. نحن ما حنسلب ما حنسحب الضوء من صاحبه الفكره ذاتها، هنخليها هي تتكلم لنا عن الفكره. مرحب بك ميساء، ومرحب بكل الجماعه الناس اللي معانا في الفيسبوك وفي الزوم، اتفضلي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم ورحمه الله. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، وتصوموا وتفطروا على خير يا رب.
شكرا جزيلا على التقديم اللطيفة والجميلة دي. حابة بجد أشكركم على الاستضافة. أولا هشكر أستاذنا هيثم الكاشف، وهو يعني شخص على المستوى الشخصي داعم كبير لنا كشباب عامة، وداعم لمنظمتنا اللي هي فولنتير هب. الحاجة الثانية، أنا ممتنة إنه يتم استضافتي معاكم في وين على دروب النجاح، كمان في المبادرة الخاصة بكم، وكمان دي أول مرة يتم استضافتي في منصة سودانية أو حاجة لها علاقة بالسودان. تم استضافتي في عدد كبير جدا من البرامج والمنصات العربية والإفريقية، ولكن أول مرة يتم استضافتي في حاجة سودانية، فنشكركم شكرا جزيلا. شكرا جدا. الله يديك العافية. والله نحن اللي ذاته لينا الشرف يعني، والحمد لله رب العالمين انه يعني مبادرة الباحثين السودانيين يعني قدرت تنقب عن الكنوز السودانية وعن يعني الموارد البشرية السودانية. طيب يا ميساء، خلينا نعرف انه ميساء النشأة والمدارس قريتيها وين وكده، لانك انت ما شاء الله يعني قريتي تخيلي في السعودية وبعدك مشيتي مصر يعني، فشوية كده دارين نعرف الحاجة دي عن غرب يعني. تمام. طبعا أنا اتولدت في السعودية ونشأت فيها أو قعدت فيها حوالي 5 أو 6 سنوات. بعدين سافرنا السودان لمدة سنة واحدة، قعدنا في السودان سنة واحدة، بعدها الأسرة كلها قررت إنه نجي مصر. يمكن لأنه بابا اتولد في مصر وتربى في مصر لغاية ما عمره كان 20 سنة، بعدين مشى السودان، بعدين مشى السعودية، فهو كان حابب إنه نتربى في مصر. جينا مصر، ومن ساعتها صراحة أنا ما رجعت. يمكن اخواتي واهلي كلهم بيرجعوا زيارات، انا ما كان بيصادف معي، لانه دائما في اجازات الجامعه انا بيكون عندي حاجه، بيكون عندي تدريب، بيكون عندي كورس، بيكون عندي حاجه، فبتمنعني انه اسافر. جيت مصر، دخلت المدرسه، كنت ثالثه ابتدائي، بعدين الثانوي، بعدين الجامعه، دخلت كليه الالسن جامعه عين شمس، وتخرجت منها. ويمكن من ابتدائي لغاية قبل الجامعة ما كنت داخلة جدا في المجتمع السوداني، كان أغلب أصحابي مصريين، صحباتي مصريين، والمجتمع الداخلة فيه هو مصري جدا. إلا حاجة واحدة هي بصراحة كانت بتميزنا كلنا كأخوات، وأخواتي وأخوي كلنا، إنه من وإحنا صغار كنا بنتكلم سوداني. الحاجة دي يمكن الفضل فيها أولا هي أمي، لأنه هي اللي زرعت فينا الحاجة دي. كنا بنرجع من المدرسة بنتكلم مصري، يعني كلنا احنا 4 اخوات، فكنا كلنا في مدرسه مصريه، نرجع تلاقينا هاتي القلم، خدي مش عارف ايه الكلام المصري ده. جات في يوم اخذتنا عند الباب الشقه، قالت لنا جوه البيت، جوه الشقه دي انتوا في السودان، يعني تقولوا كلماتنا المعينه، برا الشقه دي انتوا في مصر. لذلك يمكن انا بوصل شديد في المصري والسوداني في لحظه، مع المصريين يمكن ما بيكتشفوا اني سودانيه الا لما بكون بتكلم معاهم مصري، لكن كلهجتنا دي الحاجة الوحيدة اللي احنا اتمسكنا بيها شديد، وعاداتنا وتقاليدنا. ويمكن ما زرت السودان لي 20 سنة، لكن بعرف حاجات كثيرة كثيرة جدا عنها. بس طيب، ما يعني ما بتزوري السودان يعني الظروف، والله انك انت بس يعني خلاص بقى مثلا يعني ناسي، مثلا احنا اولادنا هنا اللي بيتربوا في بريطانيا مثلا، بيجي عليهم وقت يعني ما بكون عندهم رابط كبير بالسودان، يعني هم مش رافضين لكن اوتوماتيكلي بيلاقوا نفسهم بعيدين من الحاجه دي. هل انت الحاجه صح. دي يعني لانك تربيتوا هناك، والله 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 دعمتي الحاجه دي انك انت بس تكوني فوكس في الحاجه اللي انت فيها؟ لا، يمكن أنا زي ما قلت لك أخواتي وأهلي يمكن كل سنة أو في إجازات الصيفية دي دائما بيسافر، أنا الوحيدة اللي ما بزبط معي إني أسافر. بكون مرتبطة بكورس، مرتبطة بشغل، مرتبطة بحاجة، فما بقدر. بالعكس أنا مرتبطة بالسودان شديد. يمكن أول ما فكرت إنه نعمل منظمة، فكرت إنه تتنفذ في السودان وتتسجل أولا في السودان، بعد كده نشتغل إنه تتسجل في الدول الثانية، لأنه يمكن احنا عاملين منظمه بفكر شويه عالمي، بنطمح انه نكون عالميين. حابين طبعا ما تبدا من السودان اولا. ايوه، البونص بتاعت المنظمه والحاجات دي حنجي لها يعني. طيب كليه الالسن يعني الدافع شنو يعني وكده، اشرحها لنا ذاته انه يعني شنو الالسن، لانه مثلا نحن في الجامعات السودانيه انا ما يتخلي مره علي الاسم ده او اسم بالكليه دي. صحيح. طبعا الجامعه شويه كان الموضوع فيها حساس شوية، لأنه بابا كان عايز كلية
وأنا كنت مختار الألسن. الألسن هي لغات الترجمة، والألسن فيها 16 لغة. كان طموحي أدخل لغة صينية صراحة أو يابانية، لكن غير التنسيق بتاع المجموعة اللي بدخلك الكلية كان في تنسيق تاني اللي هو الداخلي لاختيار اللغات نفسها الجوا. فأنا اللغات التخصص بتاعتي سواحيلي، لغة كسواهيلي اللي هي لغة شرق إفريقيا، دول شرق إفريقيا، دي اللغة الأولى. اللغة الثانية هي إنجليزي. صراحة اللغة دي يمكن هي كانت مفتاح دخولي مجال العمل التطوعي، إنه لما دخلت الكلية الألسن هي اللي دخلتني في المحور ده، لأنه أول بداياتي في التطوع تطوعت مع الأفارقة في مصر، لأنه كنت أحب أمارس اللغة، هي كانت المدخل بتاعي. أوكي يمكن حالياً بعيدة شوية عن الموضوع، دخلت في شغل المنظمات والشغل الإداري، لكن هي دي ده مجال دراستي. تمام جدا يعني انا بديت الصوره تتضح لي شوي شوي. طيب ليه اللغه السواحليه بالذات يا ميساء؟ طيب لانه التنسيق الداخلي كان جاب لي 3 لغات، كان جاب لي عربي وعبري وسواحيلي، واللي هي هو اصلا قسم اسمه لغات افريقيه. بتذكر اليوم ده لما مشينا نشوف التنسيق، لما شفت ال3 لغات كان معي اختي، فقامت قلت لي عربي ما يعني ما حاجه مميزه، ما عربي هتدرسي القواعد والحاجات اللي هي بتاعت اللغه العربيه العميقه دي، العبري ما اعتقد تستفيدي به ابدا، والسواحيلي قلت لي حاجه جديده. فيمكن وقتها ما كنت مقتنعه بالموضوع، لكن لا لما دخلت القسم لا حبيت اللغه جدا، ولما بقى عندي اصدقاء من تنزانيا وكينيا ورواندا وبروندي، لا الموضوع كان لطيف شديد يعني. طيب كده اتكلم لنا شويه عن اللغه السواحليه، يعني لانه هي من اللغات تقريبا، يعني طبعا في دول متمسكين بها جدا، يعني اللي هي الدول بتاعت شرق افريقيا، لكن هل اللغه دي يعني بيستعملوها رسميا يعني في الدواوين الحكوميه وفي كده، ولا بس لغه بتاعت مخاطبه عاديه يعني؟ لا هي اول حاجه اللغه السابعه عالميا في الترتيب العالمي، هي اللغة السابعة عالميا في الترتيب الإفريقي، هي اللغة الثالثة، هي اللغة الرسمية كمان في تنزانيا، واللغة الرسمية في كينيا، تنزانيا وكينيا. الباقي رواندا وبروندي دي اللغة تكون لغة ثانية جنب لغاتهم الأساسية، لكن بتستخدم في دولتين زي تنزانيا وكينيا كلغات أساسية جدا يعني. كلام جميل جدا. طيب بديتي الشغل اللي هو يعني عشان انت تتعلمي اللغه وكده، بديتي تتعاملي مع الافارقه، وبعد شويه دخلتي في العمل التطوعي. اول يعني بالضبط. حاجه عملتيها في يعني اول حاجه انضميتي لها شنو كانت، وانجاز عملتيه في الوقت ذاك يعني؟ كانت في 2012، دي أول حاجة، كانت الجمعية الإفريقية، الاتحاد الإفريقي، هي جمعية إفريقية مؤسسة في هنا في مصر، موجودة في الزمالك. كنت يعني هو زميل والله كان نصحني، قال لي انت اذا عايزه تتعاملي، لانه كنت بخجل شديد وما حابه اتكلم وامارس اللغه وكل حاجه، يمكن عارفه كلمات وبتاع لكن ما قادره، كنت سنه اولى يا دوب. فمشيت، قالوا لي امشي الجمعيه الافريقيه، فيها ناس ممكن تساعدي، غير انه الجمعيه بتستقبل الطلاب الافارقه الموجودين في الازهر، بتعمل لهم دورات تدريبيه، بتعلموا اللغه العربيه جنب لغاتهم، ايام ثقافيه وغيره. فمشيت، بتذكر لحسن حظي انه اول يوم مشيت فيه لقيت دكتوره سودانيه اسمها آمنه فزاعه، فكلمت معاها قلت لها انا كذا كذا، انا ميساء محجوب وبدرس في كليه الالسن، وكنت حابه بصراحه اجي اشارك في الانشطه الخاصه بالجمعيه. فقعدت قلت لي طيب في دوره تدريبيه شغاله، خش احضريها. فدخلت حضرتها، بعدين لما طلعت قلت لها انا حابه الموضوع شديد، كيف اقدر اتابع وانزل دايما؟ فقلت لي خلاص احنا كل اسبوع بنعمل في الميعاد الفلاني تعالي. فاتفقت معها بقيت بمشي كل اسبوع، بعد شويه بقيت اطلب منها انه هل انتم محتاجين مساعده في حاجه، اطبع ورق، اخد حضور، انظم الدوره التدريبيه ايا كان. فعلى مدار سنه كنت بمشي الجمعيه بحضر دورات تدريبيه وبساعد. بعدها طلبت انه اكون متطوعه معاهم.
وافقت جدا. وبتذكر كان اول منصب امسكه، لانه انا كنت حابه اتعامل مع الطلاب، فكنت المنسق الطلابي للجمعيه الافريقيه. كنت بمشي الازهر الشريف، بمشي المدينه الجامعيه بتاعت الطلاب، بشوف بتكلم معاهم، اشوف هم محتاجين شنو من دورات تدريبيه، بناخذ احصائيات، بنعمل لهم رحلات. كان برضو بنعمل لينك مع وزاره الشباب والرياضه، لانه هي اللي كانت بتشتغل، وزاره الشباب والرياضه المصريه هي اللي كانت بتشتغل بالتعاون مع الجمعيه الافريقيه. كنا بنعمل لينك ما بينه، نشوف الطلاب محتاجين شنو تقدر توفره الجمعية، إذا ما بتقدر توفر الجمعية يبقى الوزارة هي اللي بتوفره. فيمكن قعدت في الجمعية الأفريقية حوالي 3 سنين. 3 سنين كانوا حاجة رائعة، فتحت لي حاجات كثيرة. يمكن أنا ال3 سنين موجودة في الجمعية الأفريقية وموجودة في حاجات تانية، يعني كنت بتنقل في حاجات تانية، لكن الجمعية هي الأساس. جميل، يعني جميل جميل جدا. يعني دي يعني بدايه جميله وتحفيز يعني يعني مرات يا جماعه زول عشان يفهم حاجه جديده. يعني احنا كثير يعني في الناس اللي استضفناهم الخبراء والعلماء السودانيين ديل، يعني بيكون ده دائما المبدا بتاعهم، بيقول لك يا اخي انا مشيت اهبش، يعني انا مشيت اتحرك، يعني ما في زول قاعد. يعني من كل تقريبا 29 نفر نحن ما شاء الله استضفناهم، من علماء وعالمات، طبيبات، مهندسين، ناس بتاع اداره اعمال، يعني كلامهم كله بيقول لك والله انا مشيت افتش، انا والله مشيت اعمل كده، انا والله مشيت اعمل كده. يعني ما في زول كان قاعد كده منتظر، او يعني منتظر هو الحاجه دي تجيبه. طيب يا ميسان، الفتره بتاعت الجمعيه الافريقيه دي، هل هي جمعيه يعني تطوعيا يعني، والله في حته، والله في جهه بتدعمكم، يعني مثلا الاتحاد الافريقي بيدعمكم، لانه الشغل التطوعي ده برضه لانه فيه حاجات محتاج النزول، محتاجه لقروش يعني. صحيح. طيب، وقت الجمعية الإفريقية صراحة ما عارفة، يمكن أنا ما كنت بعرف حتى إنه المفروض إحنا كمتطوعين محتاجين دعم أو حاجة زي كده. يمكن هم صراحة الدعم المعنوي والتشجيع والحاجات اللي زرعوها فيني من قيم ومبادئ للتطوع كانت سامية جدا، وهي اللي خدتني يمكن على التراك الصح. ما كان بيدعموني أنا بشكل مباشر، لكن بيدعموا أنشطتهم، وهي هم كان جمعية أكيد لهم دعم، كان بيجيهم سواء من وزارة الشباب والرياضة المصرية أو الخارجية، لأنه هي بتكون تابعة للخارجية المصرية. الجمعية الإفريقية، فهم كان طبعا يعني كل أنشطتهم مدعومة، ولكن كمتطوعين كان الدعم المعنوي كان أسمى، وبالنسبة لنا كان أفضل بكثير يعني. تمام جدا جدا. يلا طيب، انت مشيتي تتطوعي عشان مثلا تقوي اللغه بتاعتك، اللغه السواحليه وكده يعني. طيب الحاجه دي اثرت ايوه ايجابا على الدراسه بتاعتك؟ جدا 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 يعني. كنت بتعامل كتير جدا مع الافارقه. كنت دايما بتذكر انه في السكشن بتاع المحادثه كنت بقعد اخر واحده ورا، لانه كان المحاضر بتاعنا تنزاني، فانا كنت بخجل شديد جدا، فكنت بقعد ورا خالص. وبكون مستخبيه كده، ما بحب اني يسالني، لانه اخاف اتهته في الكلام، اقول كلمه غلط بتضايق. فلما مشيت الجمعيه بقيت اتعامل، ويمكن الطلاب الاولاد كانوا اكثر من البنات، فيمكن كسر عندي حاجز الخجل تماما، انه لا انا بتكلم كمان ومع الطلاب الشباب. بعدين لما بقيت رجعت الجامعه او بحضر السكاشن بتاعتي في الجامعه، لا الموضوع اختلف تماما، كنت بطلع وبتكلم وبجيب، حتى لما اقول غلط عارفة إنه هيصح لي، مع إنه أنا قبلها لو كان قبلها بفترة لا ما كنت أنا الشخص ده. فأداني ثقة في نفسي كبيرة شديد. هم ذاتهم علموني يعني. برضو كنت بتذكر كان في طالب تنزاني اسمه محرم، كنت باخد كتبي وبعرفه المنهج حقي، وكان بيساعدني بحاجات كثيرة شديد. لو كان مثلا عندي نص يترجم، عندي حاجة، كان دايما بيساعدني. الموضوع ساعدني كثير جدا، بالعكس ما عطلني خالص. تمام جدا جدا. تخلي بعد ده بتبقى العلاقه طرديه، يعني انك انت من هنا بتتعلمي اللغه، تمشي تتعاملي بيها في الجمعيه الافريقيه ومن الجمعيه كده يعني بالطريقه دي، فتخلي بتقول لك بعد ده الموضوع طالما الشراره بدت بعد ده خلاص يعني. طيب الثلاثه بالضبط. سنه في الجمعيه الافريقيه، طلعتي منها لوين وطلعتي منها بشنو؟ طلعت منها لأماكن كثيرة فعليا.
الجمعيه فتحت لي ابواب انه اتعرف على مؤسسات وعلى جمعيات ثانيه، لانه هي ما كانت مختصه بس بالطلاب، كان برضو في اجتماعات كنت بحضرها. اصلا المسؤول عن الجمعيه هو سفير اسمه السفير محمد نصر الدين، هو كان سفير في فتره معينه في كينيا، بعدين رجع مصر بقى المسؤول عن الجمعيه الافريقيه. ده كان بيخطني في حته انه اتعامل مع شخصيات واتعرف على ناس كثيره. على مدار 3 سنوات انا شاركت في عدد كبير جدا من المؤتمرات ومن الدورات، سواء داخل الجمعيه او خارج الجمعيه. بقيت كمان بفتش على اماكن تانية لها علاقه بالافارقه. بتذكر في 2014 اتطوعت كمان، كان لاول مره مع الاطفال الافارقه اللاجئين في حته في مصر اسمها المعادي، كانت مدرسة إفريقية اسمها African Hub Learning Center. المدرسة دي كان عندهم نشاط ترفيهي للأطفال يوم واحد في الأسبوع، بيمشوا المتطوعين بيختاروا نوع يعني معين من الورشة بيعملوها، سواء ورشة ترفيهية ورشة تعليمية أو غيره، وبيشتغلوها مع الأطفال من سن معين. فكنت بمشي كل يوم اثنين الساعة 1 الظهر، كنت حتى بخلص أول محاضرات الصباح وبمشي على المدرسة بشتغل معاهم ورش عن التبادل الثقافي. كل ورشة بعرفهم ثقافة دولة معينة، السودان، مصر، المغرب، أي دولة. كل أسبوع كنا على النسق ده يعني. فحتى بعدين لما أحكي لك على موضوع المنظمة، فكرة المنظمة أصلاً أو فولنتير هوب جات في 2014، ويمكن ما تسهلت إنه أنفذ، لكن أول فكرة بدأت إنه نعمل حاجة كانت في 2014 من الأطفال ديل اللي أنا تطوعت معاهم في 2014. جميل فغير جميل كده كمان جميل. شاركت في حاجات كتيرة. ايوه اتفضلي واصلي قولي. غير كده كمان كنت شاركت في حاجات كتيرة. لما في 2015 كنت خلاص وقفت الجمعية الإفريقية، كانت آخر سنة في الكلية وهخلص 2016، فخلاص وقفت وبدأت أركز إنه خلاص في مشروع تخرج وفي شغل وفي حاجات تقيلة شديد بعد سنة رابعة خصوصا يعني. فوقفت ورجعت في 2016 بحاجة يمكن هي كانت مختلفة تماما علي، وكانت أول مرة أكون موجودة في مكان زي ده، هو جامعة الدول العربية. كنت قدمت على التدريب الصيفي في جامعة الدول العربية الأمانة العامة وأخدوني، وعلى مدار 3 شهور كنت مع مجموعة طبعا من الشباب. هم التدريب بيفتح كل سنة تحديدا في شهر 5، وبياخدوا مجموعة من الطلاب شهر 7، بياخدوهم من شهر 7 لشهر 10 في الجامعة العربية، وبننزل كأننا موظفين. عندنا مواعيد، عندنا انصراف، عندنا حتى البصمة. يمكن دي أول مرة أعرف الشغل الرسمي، الشغل الفورمال، إنه أنا مسؤولة بصحى الصباح عندي مواعيد، أمشي الساعة 9 بخلص الساعة 3، عندي حضور وانصراف وغيره. برضو صادف إنه دخلت جامعة الدول العربية وكان في حاجة لها علاقة باللغة بتاعتي، اللغة السواحلية. كنت اتقبلت في القطاع السياسي الخاص ب السياسي والدبلوماسي الخاص بإدارة إفريقيا، كانت إدارة اسمها إدارة إفريقيا، دي إدارة مهتمة بالشؤون الإفريقية كلها. فبتذكر كان المدير حقي اسمه زين الصبان، هو سوري، كان بيطلب مني تقارير. كنت بعمل تقارير، أجيب الجرايد أطلع تقارير الجرايد الإفريقية كلها، تنزانيا، من كينيا، من غيره، أطلع تقارير، أهم التقارير، الخبر ده كان اترتب عليه وشنو قبل كده عشان يتكتب هسه، وبعمل تقارير وأقدمها. وتعلمت حاجات كثيرة شديد. تعلمت أول حاجة إنه كيف أكتب تقارير، تعلمت يعني شنو أتعامل مع سفراء ووزراء، لأن جامعة الدول العربية فيها كل الجنسيات طبعا، فبتتعامل مع كل الأشخاص لكن بشكل مختلف تماما. يعني أنت واقف قدام سفير فبتتكلم معاه بطريقة معينة، بتتناقش بطريقة معينة، بيطلب منك حاجات بطريقة معينة. ويمكن ده اللي إداني الحتة بتاعت إنه أنا كيف أتعامل مع الفئة دي تحديدا. بعد ما خلصت التدريب كنت ميساء تانية تماما، في التعامل، في الأفكار، في النقاش، في كل حاجة. فيمكن الجامعة العربية أثرت فيني بشكل كبير شديد. ممتاز 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 جدا جدا، ده كلام كويس. طيب التدريب ده مفتوح بس للطلبة اللي بيكونوا في مصر، ولا مفتوح لكل زول بتاع الجامعة العربية ده، يعني لأي طالب في
في الدول العربية؟ هو بيكون مفتوح لكل الطلاب الغير مصريين، المصريين وغير المصريين الموجودين في مصر، الموجودين في مصر ده الموجودين اوكي. بالضبط بالضبط. ويمكن انا برضو انا لقيت الاعلان، كان لقيت الاعلان وكان الاعلان متشرط انه اقدم عن طريق السفاره، ووقتها قلت طيب انا همشي اعمل اللي علي، لكن اكيد اكيد ما هتقبل، اكيد ما هياخدوني. فكل اللي عملته انه اخذت الشهادات بتاعتي، بتاعت التدريبات اللي اخذتها قبل كده، والشهاده بتاعت الجمعيه الافريقيه اللي كانت بتشهد انه انا عندي خبره في مجال العمل التطوعي، والسي في حقي، ومشيت قدمته في عند الثقافيه، الملحقيه الثقافيه. وبعدها يمكن شهر لقيت مكالمه تليفون انه انا عندي انترفيو للتدريب الصيفي في جامعه الدول العربيه. فسبحان الله، يمكن ده برضه هاخدها من كلمتك، انه الواحد دايما لما بيجري ورا الحاجه وبيفتش وبيسعى بيلقاها يعني. اه طبعا طبعا، ده كلام نفس قبل كده نحن استضيفنا الاستاذه مي علي، ومن هنا يعني برسل لها التحايا والتهاني. طبعا اشتغل طبعا شغاله ما شاء الله في بنك التنميه الافريقي، فهي قصتها تقريبا مشابهه من ما شاء القصه الله. بتاعتك دي، يعني مشيت تفتش وكانت بتقدم وعارفه نفسها انه ما هياخدوها يعني، لكن كانت بتعمل ايوه عليها يعني. فما شاء الله يعني ايوه وصلت اصلا، بقت المديره الاقليمي بتاع البنك الافريقي في القاهره. الله فالحاجه دي يعني زول لما يشوف التايتل ده بقول اكيد الزوله دي يعني في زول دعمه او في واسطه او كده، لكن لما نحن جبناه وقعدناه في الكرسي بتاعك ده يا ميساء، انه حاجاته كلها عملتها براها، بس بتقدم وبتتوكل على الله يعني، بتعمل اللي عليها وبتمشي يعني. طيب نجي راجعين، خلصت التدريب مع جامعه الدول العربيه، وتقريبا جيتي اخر سنه في الفاينل مش كده في الجامعه؟ ايوه بالضبط ايوه، في 2016 كان خلصتها. ويمكن من تدريب جامعه الدول العربيه كان وقتها انا تطوعت في كذا مكان مع الاطفال الافارقه، تطوعت مع كمان مستشفى سرطان الاطفال 57 357. كان برضو وقتها قبلها بكم سنه خلال الجامعه كان في مجموعه من الطلاب السودانيين عملوا مبادره اسمها انماء. فالمبادره دي كانت فكرتها انه كل مجموعه من الطلاب يطلعوا بأفكار بتخدم المجتمع السوداني في مصر. فوقتها فكرت في فكرنا في الطلاب السودانيين اللي بيمتحنوا الشهادة السودانية. فجمعنا بعض كطلاب جامعات في كل الكليات، سواء طب، هندسة، ألسن، آداب، تجارة، كلنا، خصوصا الطلاب اللي امتحنوا في السودان الشهادات السودانية اللي امتحنوا. ففكرنا إنه نعمل مبادرة اسمها الأوائل، ونعمل زي كورسات او زي بنذاكر لاخواتنا الصغار في الثانوي يعني مجانا من غير اي قروش، لان احنا كنا عارفين انه شويه كان بيكون في استغلال في الدروس الخصوصيه وغيره لقله المدرسين يعني السودانيين في مصر. فبتذكر انه كل المجموعه لما قلنا الفكره، هي كانت مجرد فكره وطرحناها، كانت اتطرحت في زي مسابقه كده، كان في مجموعه من الافكار وفي كلنا زي مسابقة. فالمهم الفكرة بتاعتنا أخذت مركز ثالث. طبعا اتضايقت شديد لأنه فكرتنا كانت أقرب للواقع إنها تتنفذ، وأنا بصراحة شخص بيحب التحدي وما بحب أفشل أبدا، ولو فشلت بحاول أصلح الموضوع في أسرع وقت. فبتذكر إنه أخذنا مركز ثالث، وبالنسبة لي كان فشل لأنه المبادرة كانت حلوة شديد. تاني يوم الصباح أخذت 2 من زمايلي كانوا معاي ومشينا السفارة. كان قابلنا المستشار الثقافي يعني أديناه ورق وكلمناه عن المبادرة بتاعتنا، إنه إحنا بس عايزين نذاكر للطلاب، ناقصنا حاجة واحدة لأنه ما عندنا دعم، ما عايزين أي قروش، عايزين مكان فقط. أدونا في زي مركز ثقافي سوداني في مصر اسمه بيت السودان، أدونا على مدار شهرين، أدونا زي قاعة صغيرة في البيت السوداني ده، وكنا بنمشي كل اسبوعين. فجأة بقيت انا مديرة الموضوع كله، باخد الجدول اشوف منو المفروض يجي، براجع لانه ما كنت اقدر اشرح لانه ما عارفة، ما على المام تام بالمنهج السوداني، فكنت ماسكة انا الموضوع. برضو دي يمكن الخطوة الثانية لفكرة فولنتير هاب اللي احنا هنتكلم عليها في الاخر، عشان بعدين لما ارجع لك واقول لك الفكرة جات من وين. هي جات كفكرة في 2014، بعدين 2000 سوري 2014 ايوه، وبعدين 2016. فبس ولانه هرجع تاني بعد تدريب جامعه الدول العربيه،
كان في شخص في الجامعة العربية هو عارف إنه ويساب تشتغل في مجال العمل التطوعي كتير وبتعمل حاجات كتيرة، فقام اقترح علي إنه في جائزة اسمها جائزة الشباب العربي في مجال في مجالات كتيرة، ففي كان مجال للعمل التطوعي، فنصحني إنه أقدم فيها ويمكن أكسب يعني. فوقتها كان جديد علي موضوع الجائزة، طيب أنا عملت شنو عشان أقدم جائزة، فكنت مستبسطة للموضوع، لكن أخذت نصيحته وقدمته. الكلام ده في 2016، نهاية 2016، بداية 2017 أخذت المركز الثالث في جائزة الشباب العربي للتكامل والتنمية، وهي تابعة الجائزة برعاية جامعة الدول العربية. كان حدث برضو ضخم بالنسبة لي إنه أخذ جائزة، والحاجة يعني كان بالنسبة لي شغلي كان شوية يعني ما عملت حاجة كبيرة، لكن كانت حافز أكبر إنه أشتغل على نفسي وأعمل حاجات أكبر يعني. بس كلام جميل جدا جدا، يعني اشتغل على نفسي وحافز، يعني ده احنا دي الحاجه ان احنا دي الرسائل اللي عايزين نوصلها للشباب اللي قاعدين هناك. يعني والله يعني مسيره جميله، يعني احنا لحد الان يعني ما خشينا في الغريق زي ما بيقولوا، لسه عم نتكلم في يعني. طيب اتخرجتي من الجامعه يا ميسا، شلتي شهاداتك وكده، التفكير بتاعك كان شنو وقتها؟ كنت وقتها حابه انه اشتغل في السواحيلي، لكن بصراحة ما توفقت، يمكن كان نزلت تدريب في السفارة التنزانية، لكن ما كملت شهر، ما قدرت أتوفق وأكمل لفترة طويلة. بعدها اشتغلت في أماكن تانية لكن ما لها علاقة بمجالي اللي هو السواحيلي، لأنه كان في عدد كبير جدا من الطلاب المتخرجين من سواحيلي، لكن في مشكلة في إنه يكون في شغل لهم. الشغل الوحيد اللي كان متاح وقتها شغل الكول سنتر، انه كول سنتر سواحيلي. فانا بالنسبه لي ما اعرف، هي حاجه جواي انا كميساء انه الشغل اللي ما هيزيدني خبره ويزيد مهارتي ويعني يثقلني، ما بحب اخوضه او ما بحب ادخل فيه. ففي نهايه 2017 اشتغلت حاجات ثانيه لها علاقه شويه بالاداره، بدات اتعلم حاجات كمان بعيد عن السواحيلي. جينا أكمل ولا حابب تسأل حاجة؟ لا لا لا، واصلي واصلي طوالي. تمام. سبحان الله، يمكن كل خطوة باخدها بلقى في خطوة بعدها بتكون موجودة. في حفل تكريم جائزة الشباب العربي للتكامل والتنمية، كانوا حاضرين مؤسسة التنمية الأسرية اللي هي مؤسسة أصلاً إماراتية. فالمفروض بعد ما استلم الجائزه بعمل برزنتيشن، بتكلم انا منو، بعمل شنو، وبتكلم انه انا اصلا اخذت الجائزه ليه. فبعد خلصت ونزلت من المنصه، جات تواصلت معي مسؤوله العلاقات العامه لمؤسسه التنميه الاسريه، وطلبت مني رقم تليفوني وقالت لي انا او ايميلي وحابه تتواصل معي. فبعدها بكم اسبوع لقيت جاني ايميل من مؤسسة التنمية الأسرية إنه حابين إنه يختاروني، عندهم برنامج اسمه برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وحابين يختاروني سفيرة في للبرنامج في مصر والسودان، بحكم إنه أنا سودانية وبحكم إنه أنا مقيمة في مصر. الكلام ده كان نهاية 2017. طبعاً بسطة جداً وكانت تجربة رائعة ومختلفة، وبدأت أفهم أكثر عن البرنامج والمفروض شنو ويحصل شنو، الحاجات دي كلها. عدت 2017، دخلنا على 2018. 2018 كان أهم حدثين. الحدث الأول إنه كنت المتحدثة باسم السودان في منتدى شباب العالم في مصر في شرم الشيخ، والحدث الثاني إنه كنت سافرت الإمارات للمؤسسة وأخذت تدريب كامل عن البرنامج، بحيث إنه أفهم أكثر عنه وكيف هنعرف نشتغل عليه ودوري وغيره. فشاركت في منتدى شباب العالم وكانت تجربة مختلفة تماما، لأنه أحكي لنا عنها بالتفصيل بالله. يا الله، أنا عايز طيب. أسمعها بالتفصيل. تمام. كان الجروب حق جامعة الدول العربية المتدربين كانوا بيبعتوا الإعلانات الكورس حاجات نشارك فيها وغيره، فكانوا بعتين لينك إنه الناس تقدم لمنتدى شباب العالم.
وكانوا يعني كاتبين انه في احتياج لمتحدثين من دول معينه، كانت السودان واحده من الدول دي. فقدمتها وبعدها بكم يوم وصلني ايميل انه انا هيتعمل لي انترفيو مع مجموعه عشان يعرف انه هل هيتم تاهيلي او لا. فبتذكر كان الموضوع بالنسبه لي موتر شديد، موتر شديد، لانه منتدى شباب العالم كان داخل يعني مقسم لاقسام، منها نموذج محاكاه الاتحاد العربي الافريقي. النموذج ده كان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكان انه الواحد يلقي سبيتش قدام رئيس، فالموضوع كان شويه موتر، موتر جدا يعني. فوقتها مشيت عملت الانترفيو، كان مقدمه معاي بنت ثانيه، ويمكن الصدفه العجيبه في الموضوع، البنت برضو كانت متربيه في مصر، لكن الفرق ما بين انه انا كنت بتكلم سوداني وهي كانت بتكلم مصري، فالاولويه للي تلقي السبيتش هي كان لي انا. فقعدنا على مدار 10 أيام بناخد تدريب إنه كيف نلقي الكلمة، نكتبها، الكلمة بتناقش شنو، نتكلم في شنو وغيره. بعدين سافرنا شرم الشيخ، قعدنا حوالي 2 أسبوع، كل دقيقة كنا بنتدرب. كان طبعاً في معانا مجموعة كبيرة جداً من الشباب من كل الجنسيات، ويمكن دي الخطوة الأولى لأنه أنا أعرف أو أتفت يعني يكون في انفتاح على الدول الثانية. يمكن في مصر كان أو يعني لما كنت موجودة في القاهرة فقط كان جنسيات محدودة اللي بعرفها، لكن بعد ما رحت منتدى شباب العالم لا، بقيت أعرف العراق، فلسطين، ليبيا، اليمن، دول كثيرة جدا، ولغاية الآن إحنا أصدقاء يعني. فاتدربنا على منتدى شباب العالم وعلى السبيتش بتاعت منتدى شباب العالم وتسهلت وقلت السبيتش. صادف إنه آخر يوم في المنتدى كان ناس الإمارات حجزوا لي إنه أسافر، يعني المفروض كان أسافر من شرم الشيخ على الإمارات، على الإمارات طوالي. فخلصت المنتدى وسافرت على الإمارات، بعدين بعدها فترة رجعت. فبس ممتاز 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 جدا جدا، يعني دي نقلة كبيرة جدا، يعني إنه كونه تمشي يعني تمثلي في منتدى شباب العالم، يعني دي حاجة يعني أكيد طبعا بتكون عندها أصداء جميلة ليك وبخليك تمشي لقدام. طيب أنا داير أعرف شوية عن اللي هي المنظمة بتاعت اللي هي منظمة الشباب في للتميز والذكاء المجتمعي، والله شنو هي؟ اللي هي برنامج سمو الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي. أيوه، أدينا عنه نبذة لو سمحتي. تمام، طيب ده برنامج مؤسسة التنمية الأسرية بتشتغل على الأسرة وعلى الطفل. عندها برنامج هو مخصص للشباب، لدعم الشباب أصحاب المبادرات في الوطن العربي، بيدعموهم بمبالغ ضخمة جدا، وبيكون في بعدها زي متابعة عليهم على مدار فترة، بحيث إنه يشوفوا هل وظفوا الدعم اللي أخذوا بشكل صح أو لا. إذا تمام بشكل صحيح بيشوفوا هل طوروا نفسهم فيبدأوا يدعموهم بشكل تاني أكبر، ولا لا خلاص بيجيفوا في حتة معينة. فكان دورنا إحنا كسفراء إنه أول حاجة إحنا كنا ممثلين للبرنامج في دولنا سواء مصر أو السودان. بنختار المبادرات أو المشاريع المتميزة في مجالات معينة، هم كانوا محددين مجالات معينة زي التكنولوجيا أو العمل التطوعي أو المسؤولية المجتمعية أو غيره، وكمان داخل الفنون وكل المشاريع صراحة يعني. فكنا بنعمل زي تقارير عنها، بنمشي بندرس المشروع، نقعد مع أصحاب المشروع نعرف الفكرة، بنكتب تقرير عنه، كمان بنتابع خط سير المشروع نفسه بدأ كيف وواصل لوين، وخطتهم اللي ما بعد هيكون كيف. فبنرشح مجموعة من المشاريع، بناء عليها هم بيختاروا المشاريع المفروض يدعموها. ما بس بيدعموا المشاريع، بيدعموا كمان الأفراد المتميزين وعندهم حاجات متميزة بيعملوها. كلام. فهو طبعا الدورة بتاعت البرنامج بتكون لمدة 2 سنين، من 2018 ل 2020. الدورة اللي أنا كنت فيها كسفيرة خلصت،
حاليا في انتظار انه الدورة الثانية يتم الإعلان عنها ان شاء طيب، الله. لفت نظرك شنو من المشاريع الشبابية في السودان في الفترة بتاعتك يا سعادة السفيرة ميساء؟ طيب طيب، كان في برنامج مميز جدا او مشروع مميز جدا اسمه بلسم، ما متذكرة صاحب المشروع بالضبط اسمه، لكن كان حتى جاء فترة في مصر وقابلته. المشروع كان شوية له علاقة بالأدوية أو حاجة مبتكرة لها علاقة بالتكنولوجيا وفي نفس الوقت توفير الأدوية. كمان برضو كان في شباب شارع الحادث. البرنامج ده خلاني أتعرف على حاجات كتيرة، يعني تعرفت على شباب شارع الحادث، تعرفت على صداقات ما كنت بعرف، مجموعة كبيرة جديد من المبادرات في السودان. في كمان مبادرة كانت لها علاقة شوية بتنمية مهارات الأطفال في السينما أو كتابة المسرحيات أو كتابة الأفلام أو غيره، برضه كانت موجودة. يمكن لأنه ما قدرت أمشي السودان فكل تواصلي معهم كان أونلاين. في مصر كان التواصل عن قرب أكثر يعني. طيب، الحاجه اللفت انتباهك شنو في المبادرات السودانيه تحديدا يعني؟ كان بصراحة في شباب شغوفين شديد. أنا كميساء اتصدمت، أو ما عايز أقول اتصدمت، لكن فاجأت إنه في شباب في السودان بيحبوا العمل التطوعي وعايزين يعملوا حاجة في مجتمعات ويغيروا فيها. كانت مبادرات مختلفة تماما، يعني زي المبادرة بتاعت بلسم دي كانت مختلفة، وحتى أنا ما شفتها في مصر. هو كان زي أبليكيشن تقريبا له علاقة بالأدوية أو حاجة زي كده، بتحدد نوع الدواء اللي أنت عايزه أو حاجة. أنا بصراحة متذكرة الموضوع كان في 2018، ما قادرة أتذكر تحديدا، لكن كان ملفت شديد بالنسبة لي. جميل جميل جدا جدا. طيب، معناها انت كده من الفكره بتاعت 2014، شغلك في الجامعه العربيه، بعد ذاك منتدى شباب العالم، بعد ذاك الشغل بتاعك في السفيره الجائزه الشيخه فاطمه بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، ده خلاك انك انت خلاص تقرري تعملي الفولنتير هاب اورجانيزيشن. قبل ما أقرر كان اشتغلت فترة في مؤسسة مصرية اسمها سفراء العمل التطوعي. طبعا بدأت في المؤسسة دي كمتطوعة، بس يمكن أنا شوية بتحرك كتير، يعني أنا معروفة إنه في أي مكان تلاقيني بتحرك كتير ودايما بشغل الناس وبشجعهم، وحتى لو الدنيا نايمة خالص لا أنا بعرف أصحصح الدنيا بشكل كويس الحمد لله يعني. في 2000 وآخر 2018 تطوعت في مؤسسة سفراء العمل التطوعي، هي مؤسسة مصرية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. ولحسن الصدف إنه رئيس المؤسسة هو كان أو هو ما زال يعني بيشتغل في جامعة الدول العربية في إدارة الصحة. فتطوعت معاهم فترة، بعد فترة بسيطة شديد يمكن شهرين أو 3 شهور بقيت مسؤول لجنة العلاقات العامة في المؤسسة. قعدت فترة 2019. في نهاية 2019 قرروا إن هم عايزيني أكون المدير التنفيذي. كان المدير التنفيذي الموجود قبلي استقال، فكانوا شايفين إنه أنا أصلح شخص يكون موجود للحاجة دي. فاشتغلت كمدير تنفيذي من نهاية 2019 لغاية شهر 6/2020. سفراء العمل التطوعي ضافت لي كتير جدا خلال فترة كورونا تحديدا. هي مؤسسة تطوعية بتشتغل على أهداف التنمية المستدامة، ولكن من ناحية تنفيذها أو إنها تشتغل على المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كانوا مستهدفين أهداف معينة زي القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، التعليم، البيئة، وبناء الشراكات وغيره، فكانوا مسلطين الضوء عليها وبيشتغلوا فيها. خلال فترة كورونا يمكن دايما بقول الجملة دي، أنا آخر واحدة أخذت الحجر الصحي، يعني آخر واحدة قعدت في البيت. أنا قعدت في البيت شهر 6، من شهر 2 لغاية شهر 6 كنا بنلف كل المحافظات، لأنه وقتها كنا بنستهدف العمالة المؤقتة والأسر المتضررة من السيول، لأنه شهر 2 كان مصر جات فيها سيول، بعدها دخلنا في الكورونا،
فبقى عندنا جهتين بنتعامل معاهم، الناس اللي هي بتشتغل باليومية وقاعدة في البيت ما عندها شغل، والناس اللي بيوتها اتدمرت من السيول. فكنا بننزل نعمل بحث، نشوف الأسر الأكثر احتياجا كيف نغطي احتياجاتها. يمكن لفت 14 محافظة في مصر على مدار 4 شهور. رمضان اللي فات زي الوقت ده كنا بنكون مثلا، ممكن نكون في اسكندرية، ممكن نكون في أسوان، ممكن نكون في كفر الشيخ، ممكن نكون في أي مكان لأنه عندنا احتياج معين. فنهاية في شهر 6 تحديدا كان وقفت مع سفراء العمل التطوعي. طيب جميل، جميل جدا جدا. طيب انا عندي سؤالين. السؤال الاول يعني الخلاك تنجحي في الحاجات دي شنو كلها كده؟ يعني حاجه كده مثلا المفتاح يعني خلاك انك انت تنجحي ما شاء الله تبارك الله، يعني اي حته مشيتي فيها نجحتي فيها. طبعا اكيد التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وبشجاعتك يعني مثابرتك يعني، لكن انا داير بس كلمه انك انت خلتك الحمد انك انت لله. تنجحي في الحاجات دي. طبعا زي ما قلت هو توفيق من ربنا ده أول حاجة، والمفتاح هو مفتاح، هو مفتاحين. المفتاح الأول دعم أهلي. يعني أنا دايما بابا وماما شايفين إنه أنا بعمل حاجة كبيرة شديد، لدرجة إنه أنا ساعات بكون شايفة إنه الحاجة بسيطة ما كبيرة، فلا هما بيشوفوا إنه حاجة كبيرة. غير طبعا أخواتي دايما دايما مع الدعم الأول بيجيني من البيت. حتى بصراحة قبل شوية لما كنت بجهز للقاء كانوا بيظبطوا معاي كل حاجة بصراحة. فدايما بشوف إنه الدعم الأول من أهلي في البيت. الحاجة الثانية أو المفتاح الثاني إنه أنا دايما عندي إصرار، عندي إصرار إنه ما أفشل، وعندي إصرار إنه لازم أنجح بأي طريقة. فحتى لو فشلت بحاول إنه أقوم تاني. مرت بي ظروف كثيرة ومرت بي حاجات فشلت فيها، لكن دايما بشوف انه لما افشل بقوم اقوى من اول. يعني بقوم كده نعم انفض هدومي وامشي اشوف البعد نعم طوالي. وطبعا دي يعني اكيد اصلا ما في يعني ما في زول ناجح يعني بيكون يعني ناس نحن الناس دي كلهم اللي جبناهم هنا في معانا في ونس على دروب النجاح، وانا بحييهم وبشكرهم وانت ذاتك معاهم وكده. طبعا الناس دي بيحكوا لنا الحاجات الجميله الحاجات المشرقه وكده، ما بيحكوا لنا الالام. اكيد طبعا بيكون في الام، بيكون في صدمات، بيكون في فشل، والا اصلا الزول لو ما فشل ما نجح. طيب يا ميساء، شغلك في سفر العمل التطوعي بقيتي مديره تنفيذيه يعني، وبقيتي تتعاملي مع ناس اكيد بيكونوا مدراء تنفيذيين، بتتعاملي مع ناس كبار جدا. الفرق شنو بينهم وبين السفر؟ لانك انت في جامعه الدول العربيه بتتعاملي مع سفر، وهنا بتتعاملي مع مديرين مدراء تنفيذيين يعني. طبعا هو الفرق شاسع، لانه اول حاجه التعامل الدبلوماسي مختلف تماما. احنا واقفين قدام سفير او وزير، التعامل مختلف. الجزء بتاع المديرين التنفيذيين، يمكن انا اصغر مدير تنفيذي كنت موجوده في الوقت ده. 2020 كان عمري 26 سنه، انت كده عرفت عمري. كان عمري 26 سنة، كنت أصغر واحدة. حتى كان وقتها في متطوعين موجودين أكبر مني، لكن ما أعرف، بشوف دايما إنه الواحد شخصيته هي اللي بتفرض. يعني دايما ما كانوا بيدوني سني، فالتعامل كان مختلف تماما. ما هكذب عليك أبدا، أنا لما اتخطيت في منصب مدير تنفيذي أنا ما كنت عارفة إيش مدير تنفيذي أبدا. بتذكر اليوم اللي كلموني فيه، طلبوني في المكتب وقعدت وبلغوني بالحاجة دي، كان صدمة بالنسبة لي. فرجعت قعدت أفتح النت أعرف يعني شو مدير تنفيذي أصلا، المفروض أعمل شنو. فكان يعني اتعلمت روحي، بدأت أخش أشوف كورسات على رواق وعلى غيره، كيف أدير، كيف أخطط. يمكن أنا عندي المهارات لكن انا ما عارفه كيف اوظفها. فسبحان الله الموضوع ده فرق معاي تماما، فرق معاي في كل شيء. حتى الحمد لله حاليا في منظمتنا فولنتير هاب، اي شخص او حتى المتطوعين الموجودين هم عارفين انه موجودين في مكان مؤسس بشكل سليم. ويمكن دي من خبرتي في سفراء، انا اشتغلت في مؤسسه فعارفه النظام، فعارفه الوظائف المفروض تكون كيف، مهامك تكون كيف، بنخطط وكيف نخوض خطة استراتيجية على مدار 5 سنوات أو على مدار 3 سنوات. أنت كمدير اللجنة المفروض مطلوب منك شنو،
كيف ندير المنظومة كلها على بعضها. فموضوع كان يمكن خبرة أكتر من إنه أنا تعلمته في جامعة أو درسته أو كده. فبصراحة تجربة كانت رائعة. يا سلام يا سلام، ده 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 كلام، ده كلام جميل وكلام بيرفع الراس. وأنا أتمنى الله يعني إنه يسعدك. الحلقة بتاعتنا دي الشباب كلهم يستمعوا ليها وياخذوا منا الرسائل الجميلة دي. يعني يديك إن شاء العافية. الله. طيب نمشي للحتة بتاعت Volunteer Hub Organization. أنا يعني أنا متشوق جدا لأن الحاجة دي، يعني أنا أبريشيت إنك أنت اشتغلتي في مصر واشتغلتي مع الإخوة المصريين ولا فارغة وكده، لكن أنا في النهاية متحيز جدا للسودان ويعني الحتة دي ما بينا يعني. طيب نجي لـ Volunteer Hub Organization. عندك قلت دافعين اللي هم منتدى شباب العالم اللي مشيت فيه شرم الشيخ، وشغلك بتاع الجامعة العربية هم ايوه ده الحافز انك انت تعملي الحاجة دي. كان شكلها كيف في البداية في راسك يعني، وبعدين بقت كيف؟ طيب. يعني حرفيا فولنتير هاب دي طفلي كده الصغير اللي انا بربي فيه حرفيا. الفكره جات اول حاجه في 2014 لما كنت قلت لك انه كان اشتغلت مع الاطفال الافارقه عن التبادل الثقافي ورش. فانا شخص بحب التطوع، انا شغفي يعني ميساء شغفها في الحياة التطوع، وإنه عندي مسؤولية تجاه المجتمع الموجودة فيه وإنه أساعد أو غيره. ففي 2014 لما كنت بدي الأطفال ورش عن التبادل الثقافي، لاحظت إن الأطفال دول جدا فضوليين وبيسألوا وده كيف وده ليه وده لشنو، وكانوا متطفلين يعني مش متطفلين لكن فضوليين بيحبوا يتعلموا، يتعلموا شديد. نعم. فجاء بالي وقتها انه طيب ميساء انت ليه ما نعمل ورش على التطوع؟ يعني انا فاهم الاطفال دي يعني شو تطوع، يعني شو انت مسؤول، يعني شو انت تساعد حتى باقل الامكانيات. ما لازم تساعد مساعده ماديه، ممكن تساعد بقدراتك انت كفرد موجود في المجتمع. نعم. ده كان اول حافز. الحافز الثاني لما قلت لك انه عملنا مبادره اسمها الاوائل للطلاب السودانيين ايوه في مصر تحديدا اللي هم ثالثة ثانوي شهادة سودانية، إحنا اشتغلنا معاهم على مدار شهرين. على مدار شهرين أنا كان أول مرة أحتك بالطلاب السودانيين، الفئة دي تحديدا المراهقين دول من أصعب الفئات الواحد ممكن يتعامل معاهم. فآخر يوم لما خلصنا فاجتمعت مع التيم اللي كنا شغالين، فقلت لهم الشباب دول ما محتاجين يتعلموا، ما محتاجين إنه يدرسوا دروس، هم محتاجين إنه يكون عندهم قيم ومبادئ وأهداف، لأنه الطالب ما كان عارف أصلاً هو بيقرأ ليه، يعني ما عارف إنه أنا المفروض بقرأ عشان المفروض عايزة أخش وين، عايزة أخش كلية شنو أو غيره. ده كان آخر جملة أو أنا قلتها في آخر يوم في المبادرة. بعدها كنت جبت فايل كده كتبته خطوط عريضة لمبادرة في راسي كان اسمها مشروع إنسان. بتذكر انه عملت فايل محترم وجمعت اصدقائي او صحباتي، الناس اللي جمعي بيهم جامعه تعرفت عليهم كانوا كلهم سودانيين. جمعتهم في مكان وعملت برزنتيشن عن اني يا جماعه انا عندي مبادره اسمها مشروع انسان بتشتغل على كذا 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 كذا. كنت متحمسه بشكل ما طبيعي. الكلام ده كان في 2016. قعدت أتكلم وأحكي وكل حاجة. بعد خلصت بمنتهى الحماس قالوا لي إنه فكرتك مستحيل تتنفذ، الفكرة صعبة جداً والفكرة ما أعتقد إنه نقدر ناخد تصريح عشان ننزل مدرسة أو نتعامل مع أطفال والفئة صعبة شديد. اليوم ده أنا رجعت البيت كنت أبكي، لأنه كان بالنسبة لي الطموح بتاعي والشغف بتاعي اللي أنا كنت بشرح به وبتكلم به كله خلاص راح. بعدها قررت حاجتين. قررت إنه أنا ما هأبدأ الحاجة دي إلا وأنا واثقة من فكرتي ومن المبادرة بتاعتي 100%. والحاجة الثانية إنه أنا أختار الناس الصح، ما أختار أصدقائي. إذا اخترت يعني اختياري الأول يكون بعيد تماماً كل البعد عن أصدقائي، لأنه الصداقة في الشغل صعبة جداً. صح. بيكون داخل فيها مجاملات، مداخل فيها إنه أنا مثلاً ممكن عايز أطلب حاجة من زول لكن هو بيتعامل معي على سنها أصدقاء فأنا ما هقدر أطلبها.
في حاجات كده ما هقدر اتعامل بها. بس في 2016 قررت القرار ده. شهر 26/20 الساعة 3 الفجر رسلت أول رسالة واتساب لزميلة جمعاني، زميلة صومالية جمعاني بها عمل تطوعي. بعت لها قلت لها أنا عندي فكرة مبادرة للأطفال. قلت لي يلا جداً أنا بحب أتعامل مع الأطفال. لما ردت علي الردة قمت رسلت نفس الرسالة لشخص، لبنت تانية اسمها ريم سودانية. بعت لها نفس الرسالة ردت لي يلا حلوة شديدة الفكرة يلا. يعني على مدار الساعة 3 الفجر، من الساعة 3 الفجر رسلت الرسالة لأربع أشخاص. الأربعة كان ردهم، والرسالة كانت واتساب، ولا وقفت ولا عملت البرزنتيشن ولا أي حاجة. الساعة 3 الفجر الكلام ده، سبحان الله الأربعة وافقوا جدا على الفكرة وتحمسوا شديد. وقعدت أتذكر إنه أنا من أربع سنين وقفت قدام ناس وعملت برزنتيشن وتكلمت وقلت ما في زول شجعني، برسالة واتساب لكن للأشخاص الصح. يعني رسلت رسالة واتساب للشخص هو فاهم يعني شو عمل تطوع، هو فاهم يعني شو في الأطفال، فوافقوا جدا على الفكرة. فبدأنا كمبادرة يوم 10/6/2020. يا سلام، يعني دي يعني حاجة جميلة جدا جدا. طيب أنا هنا بدي أخونا هيثم الكاشف. هيثم ده لأنه عنده أسئلة كثيرة فحاب إنه يتونس معك، يعني شكله محوش حبة حلوين. أيوه بالضبط كده. لا والله أنا ما محوش، أنا والله مستمتع جدا جدا، يعني حتى ذاته زي ما بيقولوا أي سؤال خطر على بالي ما شاء الله يعني ميساء قامت إجابتها وجاوبت عليها، وما شاء الله صرتينا سرد جميل جدا جدا والله. استمتعنا معاك، يعني في حاجات يعني انا بحس دائما انك انت يا ميساء بترسل يعني عندك رسائل بتوصليها بصوره غير مباشره، يعني حتى حكايه الاصرار والعزيمه والناس تتبع شغفها، الحاجات دي كلها اتكررت كرسائل كده من ضمن الكلام، فيديك العافيه جد والله مستمتعين جدا. انا بس حرجع لك حته، شكرا لك حته شويه اللي انت ذكرتي فيها انك كنت مديره تنفيذيه في منظمة صفراء العمل التطوعي. الحتة بتاعت انه يلا دائما الشغل التطوعي زي انت ذكرت عليه يكون عندكم مشاريع كثيرة بيحتاج نوع من انواع الدعم المادي، يعني الحكومة ما بتقدر تكفيها بلاو، فحتضطروا انكم تتعاملوا مع جهات مانحة، ممكن يكونوا صحيح. شركات كبيرة، ممكن تكون شركات مالتي انترناشونال او رجال اعمال او كده، فحتة التعاون معاهم في انكم انتم يعني كرجل اعمال انت مشيتي له تتكلم معاه انكم انتم عايزين منه منحه او حاجه زي دي، بيختلف تماما من زي ما قال قبل ياسين الشغل مع السفراء وكده. فالحاجه اللي عملتوا معاها كيف؟ طيب هو يمكن الحاجه اللي ساعدتني كثير جدا في سفراء انه هم عارفين انه ميساء شغوفه لكن لسه بتتعلم، فكان دائما في اي خطوه بعملها كان بيكون معي رئيس المؤسسه او نائب رئيس المؤسسه. سفراء كانوا عاملين كذا شراكه مع كذا جهه، منها اليو ان بي. كمان على ذكر التعاون مع رجال الاعمال، بتذكر كان يوم عندنا معاد مع رجل الاعمال احمد ابو هشيمه، كانوا بلغوني قبلها بالليل انه احنا بكره عندنا معاد وهنعرض عليه مشروع في الفيوم وهنتكلم معاه عنه، والمفروض احنا محتاجين دعم للمشروع ده. طبعا الحمد لله وقتها الحاجه اللي تفرحني انه انا ما كنت براي، كان معي رئيس المؤسسه ونائب رئيس المؤسسه، كان معي مسؤولين من الادارات، فمش هنا. ولكن اللي يعني هتتكلم بشكل مختصر بعد تعريف المنظمه، طبعا مؤسسه المنظمه هو المؤسسة هو اللي هيتكلم عن تعريفهم، بيشتغل عن شنو وغيره، لكن كعرض مشروع كان أنا المسؤولة منه، يعني أنا اللي هتكلم عن إنه إحنا المشروع بتاعنا بيشتغل على شنو وبيعمل شنو. قبلها كان طبعاً أكيد لما هم بلغوني بالحاجة دي بعتوا إنه أحمد أبو هشيمة بيهتم بشنو وبيشتغل على شنو، فهو كان اهتمامه إنه بيساعد المحافظات الأكثر فقراً وعنده مشاريع أصلاً في الفيوم، ويهتم بالجانب الثاني اللي هو الكرة، هو شخص رياضي فبيهتم بالكرة. دخلنا يعني لما دخلنا الاجتماع طبعا كان في هيبة رهيبة في الموضوع، وانه كان اول مرة نقعد مع رجل اعمال ونتكلم.
بصراحة عرضت المشروع بشكل بالنسبة لي كان مقبول، يمكن وقتها هم كانوا بيقولوا لي انت اتكلمتي بشكل كويس شديد وشرحتي، وانا دايما بستخدم اللهجة السودانية، بتعمد استخدم اللهجة السودانية لانه هي بتميز الشخص على اللهجة المصرية. فحتى هو في نص الكلام واحنا وانا بتكلم انت يعني انت مصرية؟ فلا انا ما مصرية انا سودانية. فبقى خلاص الجانب الثاني، هل المؤسسة كمان بتشغل ناس غير مصريين؟ فدخلنا في حتة ثانية انه السفراء كمان غير انه هي بتشتغل في مصر، لا هي بتخدم الطلاب او الفئة او اللاجئين الغير اللاجئين يعني من الدول في مصر. فبقى في حاجة ثانية احنا فتحنا كلام فيها للمشاريع اللي هم ممكن يدعموها. سبحان الله احنا بعد الاجتماع ده اخذنا منه دعم كبير جدا. كمان ذكرتني انه في مرة طلعت حلقة في التلفزيون بتكلم عن مشاريع سفراء، كانت في قناة اسمها تين. بعد ما خلصت اتصل علي رئيس المؤسسة قال لي في شخص شاف الحلقة واتبرع لنا مبلغ كبير وحنستلم الشيك بكرة. فكان الموضوع بالنسبة لي حلو شديد انه المؤسسة بيجيها دعم وبيجيها قروش يعني بتدعم مشاريع عن طريقي، فدي كانت حاجة كويسة شديد. يمكن سبحان الله وأنا بتكلم معاكم هسه أنا كنت شايفة نفسي ما بعمل حاجة رهيبة صراحة، وكنت شايفة إني ما الحاجة اللي عندي مهارات كبيرة وبستخدمها، لكن هو توفيق من ربنا، ويمكن الواحد ما كان حاسس بحاجته في وقتها، فحاسة بيها هسه بصراحة إنه عمل حاجات كويسة الحمد لله. طيب يديك العافيه. تعالى حرجع عليك حسي للحته اللي احنا وقفنا فيها قبل اللي هي الفولنتير هاب وشغوله في السودان. يعني انا حسي يعني انتوا عملتوا تقريبا كان اول مؤتمر بتاع اذكريني ليه وانا متذكر اسمه، ايوه شنو هو اول مؤتمر على مستوى افريقيا؟ الاسبوع العالمي للتطوع. اسبوع ايوه العالم الاسبوع العالمي للتطوع. ايوه كده. حكينا في الجزئيه دي، الفكره جات من وين؟ ولا طيب ما شاء الله يعني هي انت سميتوها الاسبوع الاول باعتبار انه حيكون عنده ما بعده ان شاء الله، وبعدك ربطتوا ما بين افريقيا ان شاء الله باذن والشرق الله. الاوسط، فكان حي مبادره جميله يعني. سبحان الله الفكرة أصلا بتاعت الأسبوع كانت المفروض تتنفذ في السودان. كان إحنا سجلنا فولنتير هاب كمنظمة يوم 26/11، فكنا حابين إنه في اليوم العالمي للتطوع اللي هو يوم 5/12 نحتفل في السودان في إيفنت أوفلاين، ونكون موجودين على أرض الواقع في السودان ونعمل حاجة على غرار تسجيل المنظمة هو اليوم العالمي للتطوع. صادف انه الشباب بصراحه ساهموا بشكل كبير جدا انه نعمل حاجه ونحجز مكان وننظم حاجه كبيره، لكن ما تسهلت ابدا بسبب الكورونا. فحطينا على طول بلان بي انه هنعمل حاجه اونلاين ولكن مختلفه تماما، يعني ما هنعمل نفس الحاجه اللي هتتعمل في السودان لكن اونلاين، لا لازم نكون مميزين. الاسبوع العالمي للتطوع احنا شارك معانا 32 متحدث من 22 دولة عربية وإفريقية. كان العامل في الموضوع ده بصراحة ولازم أشيد بيه شديد قوة تيم العلاقات العامة في المنظمة، قدروا إنه يتواصلوا مع عدد كبير جدا من الدول، يعني كان في دول حتى أصلا ما كنا عارفين كيف نوصل لها زي نيجيريا، زي كان في الإمارات شاركت معانا، السعودية، المغرب، ليبيا، موريتانيا، دول كثيرة شديد شاركت معانا 22 دولة حرفيا، لدرجة انه بعد ما نسقنا مع كل المتحدثين بقينا نعاين للجدول. طيب الاسبوع 3 ايام، واليوم الرابع هيكون الختام، هيكون مع يوم على ارض الواقع يكون اوفلاين مع الاطفال مع مبادرة يمنية في مصر. فبقينا نشوف الجدول، لقينا فجأة 32 متحدث وكلهم كانوا متحمسين للموضوع، ويمكن كان دفع علينا كبير شديد انه احنا لسه بادئين، ولقينا دعم كبير جدا
من شخصيات لها باع كبير في الدول، في العمل التطوعي على مستوى الدول العربية والإفريقية. طبعا أكثر متحدثين كانوا موجودين معانا كانوا من السودان، كان معانا أكبر عدد، كانوا 8 متحدثين، كل دولة كان منها 2 1 وغيره، لكن السودان كان لها نصيب الأسد زي ما بيقولوا. وطبعا يعني أستاذ هيثم كان من الشخصيات المميزة جدا في الأسبوع، شرفنا بحضوره. يديك العافية. فكانت صراحة كانت حاجة جميلة شديد. يلا الحتة اللي أنا عايز أختم بها آخر سؤال بالنسبة لي، اللي هي دائما أنا بحس إنه قوة أي مؤسسة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عندها باع، بيكون الحتة بتاعت إنه الهيكل التنظيمي بتاعها، الشغل بتاع الكوميونيكيشن بتاعها الكده. فزي ما قلت قبل يا ياسين، إنه المنظمة بقدر ما إن هي جديدة وحديثة، لكن بدعم يعني اشتغلت من حيث انتهى الاخرون، يعني كل المكتبات. انا كزول اشتغلت مع عدد كبير من المنظمات سواء في اوروبا ولا في افريقيا ولا الشرق الاوسط ولا في السودان، الحته الفولو اب، يعني انا جيت حدثت وخلاص الموضوع انتهى على هنا، انا اديت دوري. الحماس دائما بيكون انه ما قبل بالظبط الايفنت لتحطيم العلاقات العامه، انه هو يوصل الزول ويجي يؤدي الدور بتاعه، بيكون الناس متحمسه. لكن دائما الناس بيفتقدوا الحته بتاعت الفينيشنج، الناس انتهت وفات كل زول مشى. لكن الحاجه دي انا لامستها في منظمه، انه لا اهتمت انه الناس اللي كانوا موجودين كلهم انه يصلهم الشكر بصوره مناسبه، من المؤسسه من كبيره لصغيره، انه المعلومه تصل انه هم شاكرين ومتحمسين الحته دي. الافكار بتاعت انه ايوه الفولو اب والفينيشنج دي بتعمل وين يا ميسين والتيم بتاعك؟ طيب. هي جات من هرجع واقول من خبرتي، من الخبره بتاعتنا كلنا كمتطوعين، من انه انا اشتغلت في مؤسسات، ويمكن حرفيا انه الواحد انه اشتغل في مؤسسات مصريه كثيره جدا فتعلم الحاجه دي. انا في سفراء او في جامعه الدول العربيه، شفت انه لما نهايه التدريب صيفي انا اخذت شهاده، حتى في الامارات اخذت شهاده عن تدريب. كان اي حاجه بمشيها، الشهاده دي اقل حاجه ممكن الواحد يقدمها لشخص ادانا من وقته ومجهوده او غيره، سواء كان متحدث او حتى متطوع موجود. فيمكن احنا عشان شايفين انه قد شنو الواحد بيفرح لما يلقى التقدير، التقدير ده اهم حاجه بتحاول اصلا انه يجينا. احنا واثقين شديد يا استاذ هيثم، لو جينا قلنا لك عندنا حاجه ثانيه هتجينا، صح؟ أكيد أكيد، ما بدخل عليكم والله. بالضبط. احنا ان شاء الله الله يديك العافيه. دايما حته انك بتقدر الشخص، هو بيخليه، يعني ده اللي بيخليه يرجع لك مره ثانيه. برضو من الحاجات اللطيفه اللي حصلت في نهايه الاسبوع العالمي للتطوع، بعد ما خلصنا طبعا احنا كان واحد من شركائنا هو الاتحاد العربي للتطوع، ودي اصلا مؤسسه بحرينيه مسجله كاتحاد عربي. فطلب مننا شخص في الاتحاد انه احنا نقدم على عضويه الاتحاد، الاتحاد العربي. هم في الرولز بتاعتهم، طبعا يا رب ما يسمعني، في الرولز بتاعتهم انه ما بيقبل عضويه منظمه الا تكون كمل السنتين. لكن احنا بفايل الشغل بتاعنا وبالتنظيم اللي هم شافوه، ادونا الاولويه لقبولنا كمنظمه كعضو في الاتحاد العربي للتطوع. ودي كانت حاجه كبيره شديد بالنسبه لنا، انه احنا يعني لسه منظمه وليده ونكون عضو في اتحاد على المستوى العربي. فالحمد لله رب العالمين، التيم كله بيشتغل وكل الناس عندها شغف كبير جدا بالعمل التطوعي. ويمكن المفاجاه في الموضوع انه اغلب المتطوعين الموجودين في فولنتير هاب هم أول مرة يتطوعوا، لكن الحاجة الوحيدة اللي بتميزهم عن أي شخص عنده خبرة إنهم عندهم شغف التعلم، دايماً بيتعلموا، بيبهروني بكل الطرق. يعني بيمشوا يتعلموا الحاجة وبييجوا يقولوا أنا تعلمت أعمل كذا، فيلا نعمل الحاجة دي. فده الفرق بين الشخص الشغوف العايز يترك أثر في المجتمع أو في المكان الموجود فيه، وبين أي شخص عادي. ودايماً برضو بقول لهم الشخص اللي ما عنده خبرة لكن عنده شغف التعلم هيدينا أكتر من الشخص اللي عنده خبرة لكن ما عايز يفيد. في ناس ممكن تكون حابة تحتفظ بخبرتها لنفسها، أو جاية تشوف الوضع كيف فتفيد أو ما تفيد وتشوف، لكن دايما المتطوع البيور كده النقي هو اللي بيكون عايز يتعلم ويفيد أكتر. طبعا من خلالكم أنا حابة أوجه لهم كل التحية كل التقدير، وعايزة أقول لهم أنا قدر شنو ممتنة لوجودهم
معانا المنظمه فيها 17 جنسيه ما بس سودانيين. طبعا هم هي مسجله في السودان، واحنا بحكم انه انا موجوده في مصر في تيم في مصر، بعد العيد باذن الله هينطلق تيمين، تيم في المغرب وتيم في موريتانيا باذن الله. والله احنا نتمنى لكم يعني بجد كمان تواصل في نجاحاتكم، إن شاء ونحن الله. في القطاع بتاع رياده الاعمال بنقول انه دائما لما الواحد يعمل شركه انتربرايز صغيره ولا ستارت اب، دائما اسال المانحين بيهتموا انه لما في ما تجيب لهم دراسه جدوى، تجيب لهم بزنس بلان. في البزنس بلان بيكون عندك الهيكل التنظيمي، بتجيب اسماء الناس. فمرات في الحياه دي اسم الزول مرات بيساوي مثلا صح 70 80% من قيمه المنحه ممكن تجي للشركه. يعني زي ما انت قلت هي عمره بسيط، لكن لو جينا حسبنا الناس الموجودين فيها وخبراتهم ممكن تكون تتجاوز ال 12 15 سنه. يديك العافيه. وده انا برضه اتمنى يعني تواصل في مجالاتكم دي. انا تقريبا عارف برضه انه في حاجه، لا انا حاسس اول مره اعرف انه مثلا في حاجه اسمها الاتحاد العربي للتطوع وانه لا عضويه ايوه معينه، وعارف انه مثلا في جنيف في الامم المتحده برضه في حاجه انك انت كنت تكون منظمه دوليه برضه عندها اشتراطات، لكن ما صعب عليكم. نرجع إن لك شاء يا الله بإذن الله. شكرا لك، شكرا شديد. الله يديك العافيه، وشكرا لك ميساء، وشكرا لهيثم، وشكرا لكل الشباب اللي معانا في الفيسبوك ومعانا في الزوم. طيب انا بس معلش، انا بحب التفاصيل وبحب القصص الجميله المشرقه دي. ارجعك ورا شويه، انت الصباح قمتي ورسلتي الساعه 3 صباحا، رسلتي الواتساب للجماعه ديل وتكيفتوا جدا وخلاص، يعني اللي بقى عندكم درب تمشي فيه. الخطوه اللي بعدها كانت شنو يا ميساء؟ الكلام ده كان في شهر 6، كان يعني عرضت الموضوع على 4 أشخاص. بعدها بقيت بكلمهم إنه يا جماعة إذا أنتوا شايفين في ناس مناسبين ممكن يجوا يكونوا موجودين معانا نبدأ. يلا وقتها عملنا أول جروب كان فيه تحديدا 10 أشخاص بس. يوم كلمتهم في الواتساب الساعة 3 الفجر، من الفرحة أنا ما نمت، فتحت اللابتوب وبقيت أشتغل على الفايل وحدد أهدافنا، رؤيتنا، رسالتنا، عايزين شنو. الفايل اللي أنا كتبته يوم 10/6/2020 مختلف تماما عن الفايل الموجود هسه، بأفكار جديدة، بأهداف جديدة، فيه إضافات كثيرة شديد. ده بسبب الناس اللي دخلوا بعد كده. بدأنا 4 أشخاص، بعدين بقوا 10، بعدين بقوا 15. نهاية السنة يعني قبل شهر 11 كنا عدد كبير، كنا يمكن وصلنا حوالي 100. لكن التيم الفعلي الشغال كان مصر، وكنت متخوفة جدا إنه نبدأ في السودان وأنا ما موجودة. يعني الموضوع ده كان مقلقني شديد، حتى السودانيين اللي كانوا معانا كانوا بيقولوا لي طيب يلا عايزين نبدأ، فكل شوية أقول لهم طيب يا جماعة استنوا شوية غيره، لأنه كمان أنا ما كنت قابلتهم. أغلب الناس دي أنا بعرفهم، هم بيعرفوني من الفيسبوك، لما انا عرضت الفكره انضموا ليها، فبقيت بعرفهم اونلاين بس. هم اصحاب الفضل الكبير اولا بعد ربنا سبحانه وتعالى انه المنظمه تتسجل في السودان. احنا بدانا اجراءات التسجيل في حوالي شهر ونص، كانت تسجلت. وبرضو الحاجه دي انا بشكر فيها اشخاص معينين جدا بعينهم ساعدونا، لهم باع كبير في العمل التطوعي، زي ناظم سراج، يعني من الناس اللي دعمونا بشكل كبير. والحاجة اللي جمعتني بناظم سراج إنه أيام الثورة أنا كنت من العضو العامل في مبادرة حاضرين والمسؤولة عن المصابين في مصر على مدار سنة ونص، فيمكن الحاجة دي اللي عرفتني بيها أكتر. فلما جينا نسجل المنظمة هو بصراحة اللي ساعدنا كتير جدا إنه يعني يعرفنا الخطوات وكيف نسجلها. فتسجلت كمنظمة في شهر 11. بعد ما تسجلت رسميا كان تيم مصر سابق تيم السودان بخطوة. تيم مصر كان اشتغل مع عدد كبير من اللاجئين ونفذنا عدد كبير من الورش والفعاليات. تيم السودان اشتغل شهر 1. حاليا ما شاء الله تيم السودان بقى سابق تيم مصر، لأنه عدد السودانيين أو عدد تيم السودان فوق 500 شخص، ده أولا. ثانيا اشتغلوا عدد كبير جدا من الفعاليات، يمكن بيشتغلوا في الأسبوع 3 ورش في 3 أماكن مختلفة، سواء مدرسة أو مدارس أو مراكز أو غيره.
حبيبكم صابقين ان هم بخطوه، والحاجه دي المفرحين فيها انه عامله حماس وتحدي ما بين الفريقين، فريق مصر والسودان، وبعد شويه هيكون في فريقين تانيين، فكل فريق عايز يثبت قدراته وانه هو الافضل وغيره، وكل ده يعني تنافس نبيل شديد ما فيه اي نوع من انواع يعني المشاعر الما نبيله، بالعكس يكونوا بيتحدوا بعض وبيساعدوا بعض في نفس الوقت، فالحمد لله رب العالمين. جميل يعني، دي حاجة جميلة جدا جدا يعني يا سيدي. المنظمة اشتغلت واتسجلت، وده جزء من الحلم بتاعي طبعا، اكيد ده ما بكون الحلم كله، لكن جزء من الحلم بدأ يتحقق. طيب دائما الشغل التطوعي يعني في ناس ما بياخدوه بصورة جادة كده يعني، يعني لانه بيقول لك يا اخي ما هو شغل في النهاية، شغل تطوعي يعني، انا اعمله بمزاجي يعني. فالحاجة دي أثرت علي شغلكم قدر كيف يعني، وقدرتوا تحلوها كيف الإشكالية دي؟ طيب احنا في المنظمة عندنا قواعد وعندنا نظام ثابت ما فيه اي نوع من انواع الاستثناء، حتى لو لي انا يعني عندنا تيم الاتش ار ده انا بسميهم الرادار، ما عندهم اي هزار في الشغل، ودايما عندنا جملة مشهورة شديد انه انت كمتطوع انت ما ملزم باي شيء، ولكن ملتزم اذا قلت انا هاعمل فانت ملتزم انك تعمل الحاجة دي. عندنا نظام معين، وطبعا النوعيه من الناس اللي هم بيخشوا مكان عشان يخشوا خلاص دول موجودين كثير جدا، يمكن ما عندهم شغف التطوع ولكن هم حابين يكونوا موجودين وخلاص. احنا عندنا نظام معين، المتطوع بيدخل المنظمه بيكون في فتره تدريب وتقييم لمده 3 شهور. 3 شهور عنده، سواء لو بينزل ورش اجتماعات تاسكات او غيره، عنده 3 شهور دي تقييم. على مدار ال3 شهور في حضر اجتماعات، ما حضر، عمل تاسكات، ما عمل تاسكات، في انذارات على طول، الايميل ما بيسكت ابدا، بيكون متوضح له هو موجود وين، يعني مثلا الشخص الفلاني انت المفروض كان في اجتماع ليه ما حضرته، بيوضح، وضح في الايميل. تمام، عندنا في المنظمة 3 انذارات، اذا جاك الانذار الثالث فانت بتكون اوت، وبترجع تاني في فرصة انك تقدم بعد لما تفتح الاستمارة، لكن كون انك تكون موجود وخلاص دي حاجة لا ممنوعة تماما. زائد انه عندنا تكريم وتقدير شديد للناس المتميزة، يعني دايما عندنا تشجيع لهم، زائد انه بنحمس، عندنا افضل متطوع، عندنا افضل لجنة، افضل مدير وغيره، فعلى يعني دايما بننذر يعني بنطلع على الناس الما ملتزمة، في نفس الوقت بنقدر الناس اللي بتشتغل بشكل كويس. ممتاز ممتاز يعني، دي تخلي انتوا عملتوا يعني، عملتوا حاجه رائعه جدا جدا، لانه يعني انا لاحظت يعني بالذات يعني مع انا اشتغلت يعني، اشتغلت شغل تطوعي هنا في بريطانيا ومع في السودان. يعني اكثر ايوه حاجه انا بعاني فيها الشغل مع السودان اللي هي عدم الالتزام يعني. صح، انت تعمل مثلا، عملت لك مشروع صغير او عملنا لنا حاجه صغيره، الناس جو دخلوا فيه، بعد شوية تلقى الناس طوالي نامت يعني، بس اسمها بكون موجود بس يعني، فما بقدموا حاجة يعني. لكن دي فكرة جميلة انكم انتوا خلاص يعني، انت كونه انت سجلت معانا، لانه في النهاية الشغل التطوعي ما هو برضو عنده فايدة لك انت، لانك انت بي بي بتاخد فيه خبرة. يس، انت هو ما مدفوع ولا اي شيء، لكن الخبرة دي ما حاجة سهلة يعني. انت يعني انا اتذكر لما كنت بدرس هنا في الجامعة في يوكي، قبل ما اتخرج مشيت اشتغلت متطوع يعني. فالشغل بتاع بالظبط. التطوع ده لما انا خطيته في السي في بتاعتي اول ما اتخرجت، اشتغلت يعني شغل ما عادي يعني. حتى الناس يعني، انا لما قالوا لي المرتب بتاعك كده وديته لاصحابي، قال لي لا لا لا، في حاجة غلط يعني. بسم تمام، الله. في النهاية يعني نفعني شنو؟ إلى هذه اللحظة أنا نفعني الشغل التطوعي، لكن التزام يعني، كان بيوفروا لنا التدريب، بيوفروا لنا الحماية، لأنه مرات أنت بتكون شغال براك، بيوفروا لك المواصلات، بيوفروا لك الماتيريالز. تمام، أنت عليك، وأنت طالما سجلت معاهم أنت ملتزم، ملتزم يعني تجي في وقتك، تعمل حضور، تعمل لو ايوه غبت لازم توري انك غبت ليه. فدي مهمة جدا جدا، فانا يعني انا سعيد جدا انكم كنت طبقتوا الحاجة دي في المنظمة بتاعتكم. طيب يا ميساء، المنظمة دي يعني بتعمل شنو بلغة بسيطة كده للناس الاسرى يا دوب ينضموا لينا يعني، دور شنو في السودان بالذات يعني؟
تمام. طيب أنا كشخص اشتغلت في مجال العمل التطوعي على مدار 9 سنوات، كل شغلي كان تقديم مساعدات عن طريق مؤسسات أو مبادرات، مساعدات مادية، حقائب، احتياجات أو غيره. فالحاجة المميزة اللي بتقدمها فولنتير هب، إحنا ما عندنا مساعدات إنسانية، ما بنقدم مساعدات عينية، إحنا بنبني قيم وأفكار معينة عند الطفل، ده اللي هيكون مكاني بعدين ومكان الشباب كلهم. بنشتغل على تنمية مهارات الأطفال، تعريفهم بالعمل التطوعي، تعريفهم بريادة الأعمال المجتمعية، التكنولوجيا وأهداف التنمية المستدامة. الموضوع ده عن طريق ورش تطوعية بمنهج معين. المنهج ده بيتم مراجعته من مختصين في سلوكيات الأطفال، يعني ناس مختصة إحنا نقدر نطبق الحاجة دي مع الأطفال ولا لا. المفروض نهاية أو الحاجة اللي إحنا بنعملها نهاية الورش دي، إنه كل مجموعة من الأطفال يطلعوا بمبادرة للمكان أو المجتمع اللي هم موجودين فيه. فلك أن تتخيل إنه فولنتير هوب دي هتكون مظلة لمبادرات بتخص الأطفال واليافعين اللي هم من سن 7 ل 17 سنة. إحنا ما بنديهم دعم مؤقت، إحنا بنبني عندهم أفكار. ويمكن أول ثمار بذرتنا كانت في السودان خلال الشهر الكريم. كنا اشتغلنا ورش تطوعية مع طلاب أو طالبات مدرسة البراري الثانوية للبنات. كنا اشتغلنا مجموعة من الورش، فاجأونا إنه بداية رمضان هم عملوا مبادرة، مجموعة من الطالبات عملوا مبادرة. المبادرة دي عبارة عن إنه الأكل في البيت بدل نهاية اليوم ما يترمي، لا هم بيظبطوه بشكل معين وبيطلعوا بيوزعوه على الأطفال أبطال الشوارع. فدي كانت حاجة بالنسبة لنا مفرحة شديد، إنه إحنا قدرنا نزرع للفئة دي أفكار معينة، ففاجأونا بمبادرة. حتى المبادرة اسمها سعادة غريب. فكل يوم بعد المدرسة بيطلعوا من المدرسة كل واحدة وهي ماشية على بيتها، بتوزع مجموعة الأطباق في الليندي، بتوزع الأكل معاها للناس المحتاجين في الشارع. هي دي الفكرة من فولنتير هب، إحنا بنبني أجيال على أسس وأهداف وقيم معينة. بنشوف إنه الأطفال ديل هم السماج، وخصوصاً حالياً الأطفال حالياً ماشيين في جزء خاص بالألعاب الإلكترونية، الباب جي، الحاجات الشوية أعتقد ما هتنفعهم لقدام، أو هيكتشفوا بعدين بعد يكبر يكون عندهم في الثانوي أو في الجامعة أو غيره، هيكتشفوا إنه المفروض نعمل كده أو يبنوا نفسهم. فإحنا بنساعد في إنه إحنا بننشئ جيل على أسس وقيم معينة، ودي كان أهم حاجة. ولو تتذكر قلت لك مبادرة الأوائل في آخر يوم في الكورسات أو التدريب للطلاب الشهادة السودانية، قلت لهم الشباب دي ما محتاجين يتعلموا، محتاجين يكون عندهم قيم ويحددوا أهدافهم. فحاليا إحنا بنبني الجيل ده. رائع، يعني ده كلام جميل جدا جدا، يعني اللي هي يعني مهم جدا. انه يعني انا لانه صراحه انا ما ضد الحقيبه الرمضانيه، لكن يعني ضد الحاجه الاسع، يعني بقى الناس شنو تركيزه كله لما يجي رمضان تركيزه في الحقيبه الرمضانيه. طيب نحن ليه القروج بتاعت الحقيبه الرمضانيه دي من بدري، من نهايه مثلا رمضان ده نقوم نخطها في حاجه عشان انه الناس ديل بعد ما يعني اليد العليا خير من اليد السفلى؟ ليه نحن دائما نخليهم هم في اليد السفلى؟ ليه ما نعلمهم حاجه من بدري هم بعد ذاك هو ذاته يبقى يساعد، يعني هو بدل يبقى يد سفلى يبقى يد عليا. فتخليها الفكره بتاعت انا بضم صوتي لصوتك، انه الناس مفروض الشغل بذات الشغل التطوعي ده كده الناس تطلع من تفكر فيه تفكير خارج الصندوق، يعني ما التفكير بس يبقى والله يا اخي هو ده في جيبي خد امشي اشتروا اعملوا الحقيبه الرمضانيه اعملوا كده، يعني حنكون احنا في 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 دايره مفرغه. يعني انا شايفه انه الناس تكون كل واحد يكون متخصص في حاجه، دي ما حاجه غلط، بالعكس انا كل واحد لما يكون مختلف بميزه. ما معنى انه كل الناس بتعمل حقائب او بتساعد مساعدات انسانيه يبقى احنا نمشي في نفس الموجه دي، يعني انه نعمل الحاجه دي، لا نكون مختلفين. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاستمراريه. انا شايفه انه لما ادي اسره حقيبه رمضانيه هتخلص نهايه الشهر، ما زي لما ابني له طفل او
اساعد في تنميه مهارات طفله، وبعدين هو ده اللي يساعده ويبني البيت بشكل حقيقي. ويمكن هسه كمان في الجزء الخاص بالمنظمه هنبدا نشتغل على توعيه الاهالي اصلا بالحاجه اللي بنعملها، عشان ما يكون في انفصام عند الطفل لما يرجع البيت يكلم امه ولا ابوه عن التطوع فيلقى رد غريب، فالطفل ينفصل يعني. فان شاء الله دي هيكون في البلان بتاعنا انه نشتغل على الاهالي كمان باذن الله. تمام تمام جدا جدا. طيب عندكم فكرة في او عندكم خطة طويلة الامد انه انتم ذاتكم يعني المنظمة فولنتير هاب اورجنايزيشن دي تدرب منظمات تانية، يعني تدرب افراد منظمات تانية؟ طيب كمنظمات احنا ما عارفة لسه الحاجة دي ما موجودة، لكن الحاجة اللي احنا او الجزء اللي احنا بنشتغل على تدريبه حاليا هم الشباب، وخصوصا اللي ما تطوعوا قبل كده. احنا بنستهدف الشباب اللي ما تطوعوا. عندنا في المنظمة لجنة اسمها بناء القدرات، دي بتشتغل على تنمية وتطوير الشباب الموجودين، بنقدم لهم كورسات في مجالات مختلفة جدا، بتكون مع مدربين في المجالات دي، وبنقدم لهم شهادات. الحاجة اللي في بالنا حاليا انه ان شاء الله نبدا نعمل لينك مع مركز تدريب بحيث انه تكون الشهاده بتاعتنا بالنسبه لهم قويه ومعتمده، ما تكون بس فقط من منظمه، تكون موجوده من مركز تدريب. انما كخطه انه تكون في تدريب، يمكن شويه لقدام لما ناسس نفسنا. انا شايفه حاليا انه احنا بنبني الاساس، بنحط الاساس، ولازم الاساس يكون قوي عشان بعد 5 سنين لما تسمع اسم فولنتير هاب ما تقول ديل كانوا موجودين وخلاص مشوا، لا، نكون بقينا أقوى ومسمعين أكثر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. أكيد طبعا بالخبرة اللي أنت خدتيها من المشروع الأوائل ومنتدى شباب العالم ومن سفراء العمل التطوعي وجامعة الدول العربية، يعني الحاجات دي كلها أكيد طبعا بتكون الثمرة بتاعتها بتكون إن شاء الله بتكون ثمرة أصلها طيب وفرعها في السماء بإذن الله. طيب يا جماعة نحن ساعة ونص بنتكلم مع ميساء وحاسين إنه اتكلمنا 5 دقائق يعني، فبنفتح بعد ما نفتح يا جماعة أي زول عنده سؤال عنده استفسار عنده مداخلة معانا في الزوم أو في الفيسبوك يرفع يده بنديه الفرصة. وطبعا معانا منى إسحاق، منى إسحاق دي برضو ما شاء الله من الناس اللي هنا في بريطانيا عملت منظمة، ويعني زي انت ما شاء الله النجاح نجحتي في مصر نجحت هنا، بعد شويه حنديها فرصه انه تجي تدينا نبذه عن المنظمه بتاعتها دي. طيب قبل ما ادي الفلور لايناس، ايناس بشرى باشمهندس ايناس بشرى معانا هنا. طيب الثاني في شنو غير فولنتير هاب يا ميسا انت شغاله فيه؟ صراحه من شهر 6 لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي أنا حياتي كلها فولنتير هاب. حتى أكثر من مرة بيكون في فرصة إنه يكون في شغل أو حاجة، موقفة كل شيء تحديدا لغاية ما أسس بشكل صح، لأنه أنا شخص من النوع اللي لما أدخل في حاجة بجتهد فيها بصورة ما طبيعية، ويمكن دايما أنا بعمل حاجات كثيرة، لكن كل حاجة بعملها بكون فاصلة، بيكون في جاب بين كل حاجة وحاجة ومركزة في الحاجة بس. أنا متأكدة إنه أنا لو عملت حاجة جنب فولنتير هاب مجهودي الكبير هيكون منفصل تماماً، وخصوصاً إنه إحنا أنا يعني إحنا بنتعامل مع فئة حساسة جداً، فئة المتطوعين، فالمتطوع ده هو يعني ما بياخد مننا قروش، هو بيدينا بالعكس وقت ومجهود يمكن بنديه وإحنا أقل حاجة اللي هي الخبرة، فمحتاج إنه نكون مركزين معاه، لازم يكون في حركة دائماً في المنظمة. إن شاء الله بإذن الله لما المنظمة تتأسس بشكل سليم وتكون على أساس صلب، أعتقد وقتها هرجع أعمل حاجات كثيرة شديد بإذن الله. تمام تمام جدا جدا. تفضل يا إيناس. يا ياسين تفضل. أيوة نعم. معليش يا إيناس، بس أنا دار يعني كنت أتمنى يا أنا الحقيقة دي كانت حلم بالمناسبة كان بيراودني، أتمنى حسي ناس فولنتير يحققوه. زمان واحدة من المنظمات اللي كانت تتبع للعهد البايت فكان طلبوا منه مشروع يكون مميز يقدموه، فإذا كان قدمت مقترح حاجة سميتها مهرجان التبرع. مهرجان التبرع على مهرجان يكون يعني ثابت سنويا يتعمل في واحدة من القاعات في السودان. الفكرة الأساسية يكونوا هم يستقطبوا
مدارس الأساس خصوصا المدارس الخاصة، وبعدين يعملوا برنامج كيف إنهم يربطوا الطلاب، إنهم مش يتبرعوا الحاجة المادية، إنه الطالب يعني كيف أنت ممكن تتبرع لمدرسة حكومية، كيف تتبرع لمنظمة تانية سواء بفكرتك ولا بمالك أو بأي حاجة عينية أو مبادرة أنت تقدمها المدارس دي وتنافسوا بيناتهم ياخدوا جوائز. ف حلو. زي دي رأيك فيها شنو يا ميساء؟ وبعدها ارجع على ياسين. رائعة، وأنا كتبت وراك صراحة، والاسم ملفت، فأنا هعتبرها هدية منك لفالنتير هاو. يديك العافية، تفضل تفضل يا ياسين. فهي الموضوع حلو جديد، وفكرة إنه الطلاب أصلا، يعني أنت ذكرت الجزء بتاع الطلاب وإنه يشاركوا ويتبرعوا والحاجات دي كلها، ما تبرع مادي، ممكن يكون تبرع عيني، فتكون حاجة رائعة شديد. أول ما نخلص على طول هوجهها لتيم المشاريع، بحيث إنه يبدأ يشوف كيف هيخطط للموضوع ده. ما بتف... اسمع ما ميساء ما بتفوت اي فرصه، ما شاء الله تبارك أبدا الله. اتفضلي أبدا. يا ايناس. ايناس اتفضلي. السلام عليكم، وعليكم السلام أو ورحمه الله. رمضان ورمضان السلام. كريم عليكم كلكم إن شاء الله. الله الله أكبر، يذكر. الله أكبر. صراحة سعيد إنه يعني دخلت الزوم بالصدفة، بقلب في الفيس شفت الدردشة وسمعت تطوع وما تطوع، فطوالي جيت داخلة، فبحب الحياة دي شديد، بالذات الفكرة بتاعت المنظمة دي، يعني الفكرة عندي من زمان وحبيت فكرتكم شديد، ومن هنا أنا حابة أتطوع معاكم إن شاء الله. يا أستاذة ميسا، جد فكرة بتاعتكم إن حلوة شاء الله. حلوة شديد، بجد بالتوفيق لكم. شكرا لك يا شديد، تشرفينا تشرفينا احنا، بس لأنه عندنا زي ما قلت قواعد معينة، فإحنا التطوع عندنا بيفتح كل 3 شهور، اوكي فخلال الفترة الجاية هيكون فاتح. فإذا تابعت صفحتنا Volunteer Hub Organization أو كتبت VHO هتلاقيها على الفيسبوك. وهستأذن أستاذ ياسين إنه بعد نخلص هحط اللينك في اللايف إن شاء الله بتاع الصفحة. جدا جدا بكل سرور، يعني بكل يا سرور. ريت. شكرا لك، شكرا لك، الله شكرا الله لك، شكرا. الله يديك العافية. يلا معانا تسلمي. أستاذة منى إسحاق، تفضلي منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين. طبعا عليكم دكتور السلام ياسين ورحمة الله. عندك مشكلة بتبدل اللايف ويكون في الصلاة، يعني احنا بنحاول نسرح سرع الصلاة شديد، لكن احنا جزء منه. وبس ده ردي بعض الملاحظات بالنسبة للفكرة حق التطوع أو المنظمة، فكرة كويسة، لكن بديكي مثالين. هيثم شايفاه كيف أخبارك؟ يديك العافية يا هيثم ده مصطفى. ده صديق، أي صديق إسفيري. فإحنا كان اشتغلنا في قطر، كان عندنا منظمة، كنت مشيت شغالة في قطر واشتغلنا مع ناس البريتش كونسل، فاشتغلنا كان عملنا implementation فكرة التطوع ذات، عملناها في قطر، لكن كنا بارتنا مع البريتش كونسل. وبعدها جبنا بعض جمعنا حوالي 45 متطوع وأدوهم كورس، أنا كنت فاسيليتيتور لمدة 5 أيام، عن كيف انك تبني قدراتك وانت ذاتك من التطوع تعرف يحصل شنو. المشروع فاز بجائزة 2011 لأفضل مشروع ما في شاء الله. قطر، لكن كل من ال45 شاب احنا دربناهم، ال45 شاب ديل أخذوا هسه مراكز عالمية مرموقة، يعني أقل واحد فيهم ألف كتاب وهسه بيعمل في الدكتوراه. وبتذكر احنا لما ساعدناه الوقت ده ما كان بيعرف انجليزي، كنا بنترجم لهم. ففكرة التطوع انا هي فكرة ممتازة، لكن دائما اربطوها بأعمال، اربطوها بمشاريع. عندنا هنا مثلا مثال تاني في بريطانيا، منظمتنا ممكن تعمل تاخد بعض المتطوعين وبعدها توجد لهم فرص عمل. يعني لو ربطتوا انتوا شغل التطوع بحاجات زي ما ذكر الدكتور ياسين انها سستينبل، حاجة بعديها طيب انا طوحتها، ما انت هتلاقي كمية من المتطوعين النكست ستيب. احنا هسه عملنا اطلقنا مبادرة في منظمتنا شيمان، انه ما حندي زول، يعني ما حنساعد الاهل او ممكن بعض الاهل الناس المحتاجة، لكن عايزين ناخد فكرة انه واحد كل 4 شهور نوجد له فرصة عمل. وبعدك يعني زي ما انت بتتبنى طفل، احنا هنقوم نتبنى شخص من أسرة
هو ممكن بيبحث عن عمل لكن ما عندهم الإمكانيات. فالتبني ده حيكون لمدة 6 شهور، نوفر له فرصة عمل سواء دكان طبلية وات ايفر هو حاسس انه بيعملها، وبنقول تو ممتاز. مونيتور هيم، يعني نعمل مونيتورينج لمدة 6 شهور. بعد ال6 شهور بنشوف هو وصل وين، مشكلته شنو. لأنه لو بدينا احنا بندي لكن العطاء ما يعني ما حيوجد نوعية من التغيير، والسودان البنى حقته كلها منهارة. فبفتكر الفكرة حقتك ممتازة، وبعلاقاتك اللي انت عملتها الدولية يستفيدي من النتوركينج. يعني انت عندك في الإمارات، عندك الدول العربية، عندك اعمل منها اي ممكن منظمتك عن التطوع، لكن خلي يكون عندك مشروع ثابت عشان الناس زي ما يعني بعد تأهليها ما تختفي. دي مجرد اقتراحات، وإحنا على استعداد لو في أي حاجة ممكن نساعد فيها على الرحب والسعة. وسعيدة وفخورة بك. شكرا شديد دكتورة منى، شكرا لك بجد، كلامك يعني محفز ونصائح مهمة شديد. بس يعني هقول حاجة بسيطة، إنه الأطفال اللي إحنا بنشتغل معاهم عن التطوع هو بالفعل نهاية كل الحاجات أو الورش اللي بياخدها، هو المفروض كطفل يطلع بمبادرة، مبادرة سواء تطوعية أو لها عائد مادي له هو، لأن إحنا رابطيننا بريادة الأعمال المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة. فأنا بشكرك شديد على نصايحك، ونتشرف جدا إنه نتعاون معاكم أو نتعرف عليكم أكثر كمنظمة كمان. شكرا لك. تحت أمرك. شكرا يا منى، يا اخي الله يديك العافيه، يعني الله مداخله يخليك جميله لك. جدا منك. و أحيانا التجهيزات الانتخابات ماشيه كيف؟ أكيد خان إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ونحاول ندخل نشوفك كونسل، عايزينك كونسل يا دكتور أنت. ان شاء الله باذن الله، لا ما سي مره، يمكن بعد سنه سنتين اللي قدامي ان شاء الله. ما بعيد السنة بتقدر شذرية. ان شاء الله. طبعا برضو استاذه منى دي ناشطه في حزب العمال هنا في بريطانيا، في لندن، وأسي هم شغالين في ما شاء الحملة الله، بتاعت إعادة ترشيح العمدة صديق خان، عمدة لندن يعني. وأنا حنزل انتخابات 22 إن شاء الله. إن شاء الله إن بإذن شاء الله، إن الله. شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. أحمد شايفك، تفضل يا أحمد. أيوة طبعا، ما بقدر أرفع يدي. السلام عليكم الحاجة. طبعا أول مرة أنا سعيد سلام. إنه الزول المستضيفين أصغر مني، فدي الحياة معي كويسة. فكنت من زمان بلقى نفسي دايما اصغر واحد، لكن الحمد لله. اول حاجه انا سعيد كل السعاده، يعني انا قبل طبعا كتبت بوست، ما اعرف الناس ممكن يكونوا قاعدين برستان يكونوا زعلوا مني، لقيت لي مسجات كتير جدا في الواتساب كان فيها انتقادات كتير. انا تكلمت عن احنا دايما الناس اللي بره السودان المبادرات بتاعتهم اول اي شيء يتقدم في السودان دايما يتقدم بطريقه غلط، ما عدا الناس اللي اتولدوا بره السودان. انا كتبت يعني دائما الزول اللي تربى في السودان طلع بره السودان ما طلع قريب زي دكتور هيثم، انا قصدي طلع ما معك يا ياسين. طلع من بدري كده، فدائما بيكون فكرته السودان المفروض يحصل كده، يعني يكون دائما الرؤيه بتاعته مختلفه لكن تنفيذ في ارض الواقع، فبكون في فرق بين الواقع وكلامه. يعني حتى لو لاحظنا الان الناس كل الناس اللي جو مثل الحكومه جو من بره السودان، انا ما حقول فشلوا لكن التحديات اللي واجهتهم لانه ما عندهم خبره في السودان. احنا كناس قاعدين في السودان شايفين انه الرؤيه بتاعت الزول الجاي من بره السودان مختلفه تماما، ما عدا الاستثناء بتاع انا قلت دائما الناس اللي بيكونوا اصلا ما شافوا السودان او بالذات بيحبوا السودان. فانا دي الحاجه يعني التمست فيك يعني يا ميساء، فهم اللي بيقدروا يعملوا كرييشن لايديا اصلا ما بيقدر يكون فكر فيها بالساهل، لانه بيكون يعني هو طبعا ممكن طريقه التنفيذ طبعا ما مبادرتك، يعني عموما طريقه التنفيذ بيكون الناس ما قبلتها في البدايه او السينكين بتاعهم ما قدر يستوعبها، لكن دائما بيكون فيها هي يعني بيكون فيها تغيير حقيقي جذري لكل المبادرات. فانا طبعا يعني صراحه نوع صنع الفولنتير دي من الحياه اللي احنا محتاجينها شديد، وانه احنا انا واحد من الناس يعني فولنتير في حتات كثيره ممكن اقول لك وكلهم شغال فيهم. يعني انا ممكن اكثر من 6 مبادرات انا انشاتهم وانا قاعد فيهم لحد الان يعني بديرهم كذا. المهم مش المبادرات، فاحنا بجد محتاجين نعمل كوميونيتي جديد. يعني زول انا يعني انا بتعب جدا في المبادره، بكون عندي مبادره فانا اذا نمت يوم واحد بلاقي المبادره سكتت،
او فلان اكس ده لو نام مثلا معي يعني مثلا اختفينا لظرف، انا كنت عيان، انا كنت عندي طبعا بعض المرات بسافر في الولايات الاغاليم بعمل لي دورات تدريبيه، فيلا بكون انترنت سيء ولا حاجه دي، فبفقد الكونكشن بيني وبين الناس، فبلقى شنو الحياه الا اجي اعمل لهم متب اصحوا ليه يا شباب اصحوا اشتغلوا. ف لكن انا بفضل يعني تعيد تماما، هي طبعا ما كان سؤال، هو كان شكر لك وتقدير، لانه احنا وي نيد تو كرييشن الفولنتير، يعني دارين نخلق الفولنتير اصلا، لانه معنى الفولنتير بمعنى الحقيقي كل الناس بيشيلهم حماسه تعمل. هسه انا بعمل السبيان بقول داير مثلا بعمل لي بوست رهيب في مبادره كده بيملوا لي اقل شيء 500، انا واحد من الناس اقل شيء بيملوا لي 500، اللي بيشتغلوا معي ممكن اثنين ثلاثه، واثنين ثلاثه انا بقبضهم قبيض. ف فعندنا الناس في البدايه بيجوا كتار جدا، لكن التزام ما في في حياه كثير جدا. اي ثينك ان الاورجنايزيشن في المنظمه هم بيلتزموا لك، لانه في اتش ار في حياه كده بتنظم، لكن برضو احنا بنتمنى برضو يعني تكون من الفيجن بتاعتكم الكرييشن تكون يعني على مستوى يعني كل الجوانب، يعني في مبادرات كثيره جدا، يعني بس بحاول يعني يعني اللي قدام تكونوا يعني يعني خدتنا ضمن الخطط بتاعتكم الاستراتيجيه ان شاء الله. وشكرا لك، انا ما عندي كلام كثير. انا بشكرك، ما في سؤال لك طبعا لانه كلامي كان فيري كليل واضح شديد. شكرا لك. الله يسعدك، انا بشكرك بجد، شكرا جزيلا على كلامك. ويمكن من الحاجات اللي انت قلتها موضوع انه لما الزول يغيب فجاه بيجي يلقى الناس نامت، يمكن هسه لو فولنتير هاب بيشوفوني، متطوعين بيشوفوني، يمكن انا خطيتهم في الموقف ده اكتر من مره. ودايما بنبه على حاجه مهمه شديد، الموجود في المنظمه هو ما موجود عشان ميساء او عشان سين من الناس، هو موجود عشان هو عنده هدف معين. فيمكن انا خطيتهم في نفس الموقف ده كم مره، وقفلت الانترنت يومين، يعني بتصل على زول فيهم بقول لهم اتصرفوا واخذوا قرارات لو انا ما موجوده ما تجيب. برجع بلقى الشغل ماشي زي ما هو، ودي حاجة بجد أنا بكون مبسوطة منها. بقول لهم لو في يوم ميساء اختفت ما معناه إنه فولنتير تختفي، لا أنا متأكدة إنه ريم، مصطفى، آلاء، مختار، كل متطوعين فولنتير هوب هيكملوا، لأنه منظمتنا ما مبادرة مؤقتة أو منظمة مؤقتة، لا لا، هي فكرة هتكمل، وبعدين هيكون في من بعدنا الأطفال اللي إحنا بنعرفهم يعني شو تطوع، هم اللي هيكونوا مسؤولين عن فولنتير هاب بعدين إن شاء الله. أسمع دي شغالة معاك في المنظمة ولا؟ هاي دي معي في كل حاجة. طيب أنا شايف في شهاب قبيل كان رافع يده، منصور، ممكن شهاب ممكن تعمل ميوت من عندك وتتكلم، تفضل. أنا أوري حاجة لأحمد، أنا في هنا عملتها، أنا حاجة اللي لقيتها في كتاب وكاتبه معلقة، كل ما تبحث بشيله وبكتبه تاني من جديد، يعني عبارة عجبتني جدا اللي هي بيقول لك جزء من كونك قائد ناجح يتعلق بتعلم كيفية الوثوق بفريقك وتعلم تفويض المسؤوليات للغير. دي الحاجة المطبقة ما يسمى حزافيرة، شايف؟ فعليا يعني دي الحمد لله رب العالمين، وهم مساعديني شديد. انا ما بقول انه ميساء شاطره. السلام عليكم. وعليكم السلام يا تفضل. طبعا حقيقي الواحد يعني استفاد واستمتع شديد بالامسيه، وشكرا شديد استاذه ميساء. طيب انا سؤال بتاعي هو بسيط، لكن ما اعرف الاجابه حتكون كيف، حيكون بالنسبه للاستاذه ميساء. طيب يا ميساء، انت يعني كيف بدات العمل التطوعي، يعني من بدايته كيف بديت، يعني مثلا لو نحن عايزين نبدا كيف، يعني كيف تبدا العمل التطوعي؟ يعني حرجع كره شديد معليش، يعني ما في اي مشكله. شكرا شديد على سؤالك. انا بدات زي ما قلت كان انه عايز اطور مهاراتي عشان اقدر اتعامل باللغه اللي انا كنت بدرسها. فانا مشيت ودورت وشفت المكان. اختيارك للمكان هل هو بيناسب افكارك وبيناسب الحاجه اللي انت عايزها او لا؟ انت لما تبدا كمتطوع، شغف التطوع ده ما انت ما بتكون موجود به، وانت بتكتسبه بحكم تعاملك. يعني ميساء في 2012 ما هي ميساء في
2021، فيمكن وقتها أنا اتخطيت في المكان اللي قدر يبني جواي شغف إنه أكمل في التطوع، مش إنه أكره التطوع وأشوف إنه حاجة بشعة وما أكمل. فلازم تختار المكان المناسب، مناسب لأفكارك، زي ما هتفيده هيفيدك، هينمي مهاراتك، هيديك خبرة، هيديك علاقات، هيديك حتى لو شهادة، فهو برضو بيفيدك زي ما أنت هتتطوع وتديهم من مجهودك ووقتك. اوكي، فأتمنى أكون رديت. شكرا لك. يديك العافية. طيب يديك العافية. طيب منصور، نحن ناخذ آخر مداخلة من منصور، اتفضل. منصورة افتح المايك من عندك وتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سعيدين جدا بهذا ان شاء الله. أشكر هذه المبادرة، مبادرة باحثين السودانيين. أنا لي فترة طالة جدا من 2017 متابعة هذه الصفحة، لكن ما وجدت إنه مثل هذه البرامج. دكتور ياسين، هي برنامج مشرفة. الأسبوع اللي فات برضو كان معنا الدكتورة، كانت أدانا جميلة جدا كان. واليوم أستاذة ميسة برضو أدتنا إنه حاجات جميلة في أن المنظمات وشغل الفولنتير، فهي حقيقة حاجة جميلة جدا. إحنا سودانيين، إحنا في السودان نفقد الحاجة اسمه فولنتير. كيف إن واحد يكون متطوع إنه إيش يشتغل متطوع، يقدم حاجة لأطفال، يقدم حاجة للمجتمع، يقدم حاجة للناس الفاقدين، دي بنفقدها. الحاجة دي بترجع ليس مننا نحن حسب، إنما هي بترجع لبيئة حقتنا لما ذكر المتحدث قبل لحظة، لأنه بيئة ما بساعد الزول إنه الواحد يكون كواليفيكيشن في المجال دي، يقدم حاجة على الأقل للمجتمع بتاعه. مرات بتقيف عائق هي مادة أو ربما هي الظروف اللي بتحدث في المنطقة حقنا، دي بيكون دائما وايق لنا نحن بتعبنا. الآن حتى الآن أقرب مثلا نحن نضرب الآن، نحن كل 7 نفر ولا 8 نفر قاعدين في زوم، في زوم ده نحن 10 نفر فقط. طيب دي برضو وايق لأن إحنا أيوة الليلة حتى الموضوع بتاع العالم كله بيستخدم الزوم عشان يعمل به فيديو كونفرنسز في كل الوسائل بتاعهم. وللآن نحن كمبادرة السودانيين، نحن على الأقل نحن نناشد الناس، أنتوا كمطوين برضو في فولنتيرز ممكن تحاول تحل الناس يكون ملمين بمسألة بتاع الإنترنت ذاته، يكونوا مثقفين في جانب دي على الأقل، يكون نحن برضو نطور شوية في زوم. الدورة جاي ممكن نكون عندنا قريب لي 50-100 نفر يكون مشاركين. أنا حاسس الآن لي قريب لي 3 شهور مشارك مع مبادرة اسمه مبادرة قرن 21 لمعلم، فهي مجموعة من العرب، فيها مجموعة من العرب دلتا، وأن يعني تطور حياة لمبالغ. ونحن برضو دايرين كمبادرة في مجموعة دكتور في مجموعة المبادرة مبادرين السودانيين، برضو تدورنا كل مرة. الليلة دكتورة أمس كانت أو الأمس هي تقريبا هي دكتورة، لما أعتقد هي دكتورة ما أستخدره كان دكتورة تمادر. نعم تمادر. واليوم هي أستاذة ميسة برضو عن حاجات المنظمة، وأنا زول شغوف جدا جدا في مسار بتاع منظمة، وكنت عدة منظمات شاركت معه، لكن ما لاقي كل ما أخش في منظمة بشوف إنه ما بقدر، المنظمات ده ما بديك حاجة كده أنت تمشي كده، بيجي كل حاجات كده بس يعني بكرة بعد بكرة حاجات كده وحمية، وبعد شوية تاني أنت ما بتقدر تمشي معهم لأنه ما بديك المكان بتاعك اللي أنت أنا فيه. فأنت بكون أنا بشوف إنه أقل مني، ولا مرات بحس إنه ما بقدر بقدم معهم، أو أنا لو قدمت زاد ما بحترم الحاجات الحقي أنا بديهم. فلذلك يعني مرات الواحد يحس بنوع من الاسم يجنب
بجانب، فلذلك دي برضو عوائق بتحدث في منظمات حقتنا الموجودة، ونتمنى لكم إنه أنتم في منظماتكم دي هتمشوا قدام وتطور الأطفال إلى أحسن، نحن أهل إلى أحسن إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لمداخلتك، شكرا شديد. شكرا يا منصور، يعني ده كلام جميل جدا جدا، ويعني طيب يعني فعلا هي واحدة من المشاكل بتاعتنا، يعني نحن ما عندنا الثقافة بتاعت منحب نمشي نعمل النفير، منحب نفزع وكده يعني، لكن النفس بتاعنا دائما في كل حاجاتنا نفسنا بيصير، يعني بس الواحد داري ينتهي من الحاجة كده سريع ويمشي للحاجة اللي بعدها يعني. فإن شاء الله أكيد طبعا مع ناس ميساء وفولنتير هب أورجنايزيشن الحاجة دي تتغير، طالما هم بيربوا الأولاد من هم صغار، أو الناس الصغار يعني بيربوا فيهم الفكرة بتاعت إنه التطوع وكده يعني. في طبعا لينا كتبت كلام جميل جدا جدا، قالت هي عضو معاكم في لينا الفاتح، فكتبت يعني ايوه وقالت حابه توجه تحياتها وتقديرها لميساء محجوب في المقام الاول، لانها انسانه مثابره ومجتهده، وانها اتخذتها الشخصيه القياديه حتى تكون فولنتير هب بالنسبه لها يعني. ما شاء الله تبارك الله، ده كلام جميل جدا جدا، وكل التوفيق لميساء وكل التوفيق لاي زول متطوع. طيب يا ميساء، قبل الختام انا عندي سؤال، يعني قبل بفتش في النت عشان اخذ فكره عن الشخصيه اللي احنا حنستضيفها وكده، هل انت لو كنت ميساء موجوده في السودان هل حتنجحي بنفس النجاح اللي نجحتي في مصر؟ يعني ما أعتقد برضو. يمكن اتسألت السؤال ده، كان عندنا لقاء أو تم استضافتي في مؤتمر في وزارة الثقافة المصرية، وكنت موجودة على المنصة، فقلت لهم إنه ميساء لو ما كانت في مصر ما كنت هكون أنا زي ما أنا حاليا. بحس إنه مصر غيرت فيني كتير، أو هي اللي زرعت شخصيتي، عرفتني على حاجات كثيرة، على ثقافات مختلفة، على جنسيات مختلفة. حتى فكرة المنظمة هي بتنشأ بفكر عالمي، نسبة لأنه أصلاً داخلة عدد كبير جداً من الجنسيات المختلفة. الثقافات المختلفة دي بتغير في شخصية الواحد، في طريقة تعامله. أنا فاهمة أنا بتعامل مع منو الشخصية كيف، فبناء عليه أنا بحدد طريقة تعاملي. يمكن لو كنت في السودان ما هكون ميساء، كنت هكون شخصية عادية، ما نسبة لأنه السودان أو المجتمع أو غيره، لا، بس أنا متأكدة إنه وقتها ما كنت هلاقي نفس الفرص اللي جيتها وأنا عندي 17 أو 18 سنة. هي اللي ساعدتني إنه حالياً وأنا عندي 27 سنة عندنا منظمة ومسجلة، وإن شاء الله على المدى القريب إنه تكون حاجة كبيرة. ويمكن كمان حابة أشكر من خلال البرنامج كل متطوعين فولنتير هب، لأنه هم ناس وثقوا في الفكرة قبل ما يثقوا في ميساء. الفكرة بتاعتها حساسة جدا، وما أي زول بيقتنع بها، خصوصا زي ما قلت لكم إنه إحنا ما بنقدم حاجة مادية أو ملموسة، إحنا بنزرع فكرة. أنا بشكرهم كلهم على وقتهم وعلى مجهودهم، وانه حابين دائما يطوروا المنظمه لقدام. واحنا طبعا شهر 2 كسبنا جائزه، كسبنا قلاده الامير محمد بن فهد العالميه للاعمال التطوعيه، وان شاء الله قريبا نستلمها. الحلو في الموضوع انه في نفس الجائزه لها مجالات كبيره، فاحنا وصدقات كسبنا نفس الجائزه، فدي كانت حاجه كبيره بالنسبه لنا انه منظمه وليده تكسب جائزة كسبتها منظمة كبيرة في السودان زي منظمة صدقات في نفس السنة. فدي حاجة دافع كبير لنا إنه نشتغل ونثابر أكثر، فبس حبيت أقول الحاجة دي يعني. والتحية عبرك طبعا لصدقات ولدكتور أنور يعقوب، طبعا من الناس اللي احنا دارين نستضيفهم إن شاء الله في هنا عندنا يوم من الأيام في 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 الـ في الـ في الونسة بتاعتنا دي، لأنه برضو من الناس اللي قدموا يعني شغل كبير جدا في السودان، زيه زي دكتور أنور وزي ناس كتار جدا يعني من المبادرين السودانيين. إن شاء الله يوم نحاول إنه ذاته عبر المنظمة بتاعتكم دي كلها نكرمهم، أو يعني بس نوري الناس إنه والله الناس دي وصلوا للحتة الفلانية.
طيب الغربه، يعني دائما انا عندي، انا لانه تغربت صغير جدا جدا، فالغربه دي عندي فيها يعني ادبيات كثيره جدا جدا. هل ان الغربه اثرت على الـ على الـ على النجاح بتاعك يا ميساء؟ اثرت بالايجاب، انا شايفه يعني اثرت بالايجاب، واثرت انه الحمد لله على مدار السنين كلها انا نجحت، ولكن عندي شغف غير طبيعي اني ارجع السودان، يعني حابه ارجع السودان، وكل اللي كسبته من خبره او استفدته او كل حاجه يتنفذ في السودان. يمكن عشان ما قدرت ارجع السودان واسجل الفولنتير هاب، تم تكوين تيم السودان وهم شغالين بشكل افضل من ما اتوقع انه انا كنت هشتغله لو كنت موجوده. ف يعني الحمد لله رب العالمين، الله يعني رازقني فعليا. حتى الانسان او المتطوع ده اصلا انا بحسه رزق، فربنا رازقنا بناس اول حاجه محترمين جدا، وانا بقدر جدا الشخص المحترم، يعني المحترم وبيقدر الحاجه اللي هو بيعملها. نعم. فهم كلهم الناس على مستوى عالي من الاحترام ومن الاخلاق، وعندهم احترام للقواعد، قواعد المنظمه، فدي حاجه بالنسبه لي كبيره شديد. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق. كلمة أخيرة قبل ما نختم، لأنه خلاص بعد ده قربنا ساعتين والقعدة طويلة، هتكوني تعبانة وكذا، لكن ما كان عندنا حل إلا يعني نستضيفك كده يعني. فقبل الختام يا ميساء، كلمة أخيرة. نعم، أول حاجة أنا طبعاً بشكركم شكراً جزيلاً على الاستضافة، ولي الشرف إنه أول منصة سودانية أطلع عليها تكون من خلالكم، دي حاجة تضاف لي أنا كما يساوي افتخر بها طول عمري. حتى لما قلت لاختي انه انا هطلع من خلال مبادره الباحثين السودانيين، قلت لي انا متابعه الجروب ده لي 8 سنين وموجوده فيه وشايفه الشغل الكبير اللي هم بيعملوه. فانتوا ككيان لكم صدى وسمعه كبيره شديد حقيقه، يعني الله يديكم العافيه ويعظم اجوركم ويفيد بكم دائما. الحاجة الثانية حابة أشكر كل الناس اللي قعدت معانا المدار ساعتين، يعني أكيد تعبوا، فبشكرهم شكرا جزيلا، وبشكرك وبشكر أستاذ هيثم على الفرصة الجميلة دي إنه أكون موجودة وأتكلم معاكم. كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم، ويعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله. انت بخير ان شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق والسعاده، واكيد طبعا بنكون متواصلين معك في الفولنتير هوب اورجنايزيشن. ويعني دي نحن اي زول بنجيبه هنا معانا في الونسه دي، خلاص ده بعد ده حنمسك فيه قوي يعني. والتحيه عبرك لمبادره الباحثين السودانيين، يعني المبادره العملاقه، المشرفين، يعني الناس اللي بيقدموا شغل ما عادي. يعني انا شفتها جروبات كثيره جدا سودانيه، يعني كلها مهاترات، ويعني حاجات ما بتقدم الناس، يعني الا يعني مبادره الباحثين السودانيين. يعني دي انا شخصيا بفتخر بها جدا، وعشان كذا انا انتميت لها، لانه يعني كل الحاجات اللي فيها جميله، فيها نوع من الاحساس بتاع انه والله يا اخي نحن بنقدم في حاجه جميله، والاحساس بتاع انه والله نحن دايرين نقدم حاجه جميله للناس وكذا يعني. فالتحيه لهم، والتحيه لاخونا الكبير دكتور انور دفع الله، ان شاء الله ربنا يديه الصحه والعافيه، وكل المشرفين ورا الشغل ده. وبشكر كمان فريق ونس على دروب النجاح، استاذ هيثم الكاشف، استاذ ريم فيصل، باشمهندس احمد داوود اللي اتكلم قبل شويه، واستاذ رغية المغربي، والشباب بتاعنا الديزاين، يعني اللي عملوا لك البوستر ده، يعني اللي عملوا لك ده باشمهندس حسن النووي، حسن ده في دارفور، تسلم يدهم. حسن ده ما شاء الله في دارفور، ويعني بيعاني. أيوة، يعني أيوة. من قطعات الكهرباء، وسبحان الله حسن ده يعني مما هو عمره 12 سنه هو في أيوة. معسكرات النازحين، يعني قرا من معسكرات النازحين ونجح. وشوف يعني سبحان الله، يعني الانسان ده بيقدر بيعطي من اي ما شاء الله. يديك العافية ميساء، وشكرا لك كثير، وشكرا لوقتك. الله يعافيك، وسلامنا لناس البيت، وشكرا لهم انه يعني نسقوا لنا الجلسة الجميلة دي، وان شاء الله نتلاقى في ساعات ارحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم يا جماعة. ان شاء الله.